مرحبا مشاهدي قناة حنا بعل في كل مكان، على سلامتكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. نعود على آخر مستجدات الشأن الوطني ومكثرها الحقيقة، ولينا نعيش في ريتم من كان الأسرع كما وصف أحدهم الوضع السياسي اللي تعيش فيه البلاد، وتيرة الأحداث التي تسارعت منذ الأحد وقت اللي قرر شورى حركة النهضة سحب الثقة من حكومة السيد الياس الفخفاخ أو تكليف رئيس وقتها رشد الغنوشي بقيادة مشاورات البحث عن بديل. ردة الفعل ربما جات من عند السيد الياس الفخفاخ الذي رفض ذلك، وكان خرج بيان نحكي فيه على أنه سيقيل أو يجري تحوير وزير ويقيل بموجبه مجموعة من وزراء حركة النهضة بدور رئيس الجمهورية الذي تدخل على الخط و أعلن آنذاك بأنه لا مجال للحديث عن مشاورات لبديل عن ياس فخفاخ إلا في إطار قانوني، يا أما سحب ثقة أو استقالة. مشورة آخر يجتمع ليعلن رسميا سحب الثقة، فمن غدوة في البرلمان يقع جمع 105 إمضاء تم بموجبه إيداع مطلب سحب ثقة من حكومة السيد ياس فخفاخ، ليتم دعوة الياس فخفاخ من قبل السيد رئيس الجمهورية قيس سعيد لتقديم استقالته، وهو ما حصل البارح. سويعات ما نعرفوش بعد ولا قبل، وهو الجدل ربما اللي صاير اليوم، يقوم السيد الياس فخفاخ بإقالة عدد من وزراء حركة النهضة. نعود على هذا الكل اليوم، تونس إلى أين؟ اليوم فما حديث على أنه ربما دخلنا مرحلة دقيقة، اليوم دخلنا أزمة تعيشها البلاد، أزمة غير مسبوقة كريمو. اليوم تداخل السياسي بالقانوني بالدستوري، لأنه خطر حتى على مستوى التواريخ وبعد نرجع، معناها نتحدث ربما على إمكانية وفرضية أصبحت ممكنة لحل البرلمان. سعيدة جدا باستقبال الكل من الأستاذ حاتم المليكي رئيس الكتلة الوطنية بالبرلمان. مرحبا سي حاتم. مرحبا، شكرا على الدعوه. مرحبا، شكرا على قبول الدعوه. حاضر معنا القيادي في حركه النهضه الاستاذ سامي التريقي. مرحبا سي سامي. مرحبا يا مشاهرك. محمد حمروني مرحبا. مرحبا. يلتحق بنا تفضل طارق الكحلاوي الرئيس السابق لمع دراسات الاستراتيجيه المحلل السياسي، مرحبا بك، شكرا على حضورك معنا. بعد قليل كن معنا في ربط مباشر استاذ القانون الدستوري مندريد كريم. نعود على الفرضيات والجدل الدستوري الموجود اليوم بين نقالة وبين استقالة، بين حديث على أنه اليوم تمسك بعض الكتل البرلمانية تحت قبة البرلمان التي كانت بدرت بتقديم لائحة سحب الثقة بضرورة عقد جلسة لسحب الثقة من السيد الياس الفخفاخ. نتحدث أيضا عن المهلة الدستورية اللي عند سيد الرئيس لقيادة هذه المشاورات، للقيام بالمشاورات، تقديم الشخصية الأقدر وشهر لربما تشكيل الحكومة المقبلة. هذا الكل باش نرجع عليه في تقرير للزميلة إقبال الجلاسي، ورجعي لبداية الحوار تفضل. يتواصل تسارع نسق الأحداث السياسية في بلادنا منذ أعلان حركة النهضة عقب اجتماع مجلس الشورى سحب الثقة من رئيس الحكومة الياس الفخفاخ، بعد أن أظهرت وثائق مسربة تورطه في ملفات فساد وتضارب مصالح، وأن الحركة ستنطلق في المشاورات مع كل الأطراف لتشكيل حكومة جديدة. لدينا قرار، والقرار هذا ينطلق أساساً من انشغال عميق بالوضع الاقتصادي والاجتماعي الخطير في البلاد، والوضع هذايا اللي بالنسبة للنهضة يجب يكون هو أولوية التونسيين والتونسيات. مش ممكن نخرجوا من هالوضع الخطير وإحنا عنا حكومة تلاحق رئيسها شبهات واتهامات تتعلق بتضارب المصالح. فإحنا من المنطلق هذايا تحملنا مسؤوليتنا كحزب أول في البلاد وأخذينا القرار التالي، إن مجلس الشورى حركة النهضة في دورته 41، ومع اعتباره أن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الراهنة لا يمكن أن تواجهها حكومة تلاحق رئيسها شبهات تضارب مصالح، فإنه يقرر تكليف الأستاذ راشد الغنوشي رئيس الحركة بإجراء مشاورات مع السيد رئيس الجمهورية قيس سعيد والأحزاب والمنظمات للاتفاق على مشهد حكومي بديل.
الأزمة التي ألقت بظلالها على مسار عمل الحكومة ومجلس نواب الشعب تسببت في مزيد من الاحتقان والتجاذب. برلمانيا يعيش مجلس نواب الشعب بدوره حالة متوترة جراء تسارع الأحداث كذلك، فبعد أن تم البارحة إيداع لائحة سحب الثقة من رئيس الحكومة إلياس فخفاخ ب105 أصوات، وفي انتظار أن يلتحق بقية النواب الذين عبروا عن استعدادهم ورغبتهم في الإمضاء على لائحة اللوم ضد الفخفاخ، يتفاجأ الجميع باستقالة رئيس الحكومة بطلب من رئيس الجمهورية قيس سعيد لتتحول حكومته إلى حكومة تصريف أعمال بعد 5 أشهر على توليه المنصب. استقالة الفخفاخ من منصبه شوشت المشهد السياسي في تونس برمته، بعد أن كان يذهب مباشرة في اتجاه عودة زمام المبادرة لمجلس نواب الشعب حسب الفصل 97 من الدستور، حيث أن تقديم الفخفاخ للاستقالة قبل أن تقدم لائحة سحب الثقة منه جعلت الكرة في ملعب رئيس الدولة حسب ما ينص عليه الفصل 98 من الدستور التونسي، والذي يفرض في هذه الحالة عودة المبادرة لرئيس الجمهورية ليكلف الشخصية الأقدر لتشكيل الحكومة. برلمانيا كذلك يعيش مجلس نواب الشعب حالة متوترة من تصفية الحسابات، خاصة بعد أن قررت كتلة الحزب الدستوري المحسوبة على النظام القديم التصعيد الأقصى ومنع انعقاد الجلسات على غرار الجلسة الخاصة باستكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية لتدفع بالبرلمان نحو الشلل التام. عودة المبادرة لرئيس الجمهورية سيخلط أوراق حركة النهضة وحلفائها، التي أكدت في بيان مجلس الشورى الخاص بها أنها مستعدة لكل الاحتمالات بما فيها الدعوة إلى انتخابات سابقة لأوانها بعد حل مجلس النواب الحالي. ومع تعدد السيناريوهات المطروحة وتسارع الأحداث بين قرطاج وباردو والقصبة، وحدها الأيام القادمة كفيلة بكشف ملامح المشهد السياسي في المستقبل. أستاذ سامي تريقي، نبدأ معكم في حركة النهضة. كنتم من الأطراف التي بادرت بجمع مجموعة من الإمضاءات لسحب الثقة من الأستاذ إلياس الفخفاخ، ولكن الاستقالة تدخل على الخط ويقع تفعيلها، قبولها وتفعيلها، وتنشر اليوم رسميا في الرائد الرسمي. فما بداية متاع حل الأزمة، وإلا احنا اليوم على باب مزيد تعميق هذه الأزمة، أزمة كنا طالت الحقيقة وكنا نعيش فيها ربما، وبدأت ملامحها تتشكل منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات وسقوط حكومة تحت الحبيب الجمليسي. ما نتصور احنا في بداية حل الأزمة، ولا نزمنا نثمنوا الاستقالة بتاع السيد رئيس الحكومة، لأنه خرج البلاد من وضعية قد تكون وضعية صعبة. يعني في الأخير احنا فأنا كنا ماشيين في مأزق وكنا ماشيين في أزمة، وحركة النهضة راهي في الأخير كانت معناها لقات روحها في وضع المرغمة، معناها احنا قاعدين نتجرعوا في المرارة بتاع الوضعية، ولكن ما عندناش خيار، ما لقينا روحنا في وضعية ما عادش ممكن ننتظروا اكثر من هكاك. برشا من الناس قالوا لنا لي علاش ما تنتظروش نتائج التحقيقات وغيره. المساله يعرف السياسي انه زمنين مختلفين بين الزمن القانوني والزمن السياسي، مختلف الامر. يعني انا نتوقع انه لو كان السيد إلياس الفخفاخ في المعارضه هو ذاته ولقى شكون في الحكومه عنده نفس الوضعيه يمكن اقل منها، سيد إلياس فخفاخ ما ينجم يكون كان في الموقف هذا. إيه لكن انتم في الحكومه سامي الطريقي، انتم اليوم في الحكومه. احنا ما واناش حاب نقول الاصل في الاشياء في الوضعيه سيد إلياس الفخفاخ، يعني ما تضطرش الناس باش تولي تحاول تلقى صياغ من اجل تغيير المشهد الحكومي. هذا اللي نقصدوه نحن في اجتماع الشورى اللي دعاكم فيه نهار الاحد اللي فات، مش نهار الثلاثاء. ما قلنا بديل حكومي جديد، نريد ان نؤثث هذا البديل. قلنا راهو المنظومه الحكوميه الحاليه وصلت الى مداها لاسباب عده، انطلقت منذ البدايه عن طريق المفاوضات، ثم بعدم توزيع الحزام السياسي نحن نروه حل من الحلول لقياده البلاد في ذلك الوقت. عندنا اسبابنا، الناس تختلف معنا ولكن عندنا اسبابنا. ثم جاءت جائحة كورونا التي أثقلت هذه الحكومة، لنتفاجأ بملف وضع على الطاولة، مش احنا اللي وضعناه ولكن ملف قالوا انتم حاطيتوه. اليوم نور الدين طابوبي رئيس امين عام الاتحاد يقول نور الدين البحيري كان على علم بملف ليس لا يحكيوا على تصريحات سي نور الدين والاخ عبد الكريم وقت اللي امس موضوع الفصل بين وزارة الشؤون المحلية والبيئة. فماش مازمناش نعملوا معناها اسقاطات بهذه الطريقة، ونوليو نحاولوا نلوجوا ونفتشوا
في بعض التصريحات ونبنيه ونبنيه في بنية. مش هذا الإشكال. احنا الهدف الآن انه نخرج من الوضعية اللي نحن فيها الى وضعية افضل، بدون ما اولا نهينوا بعضنا، لانه لا حركة النهضة ولا تاريخها ولا طريقة تعاملها مع لا خصومها ولا شركائها تقوم على الإهانة. احنا ناس مسؤولين ونحترموا غيرنا ونحبوا غيرنا يحترمنا، هذا المطلوب. يعني احنا لا نطلب لسيد رئيس الحكومة خروج، يعني في بالعكس احنا سيد رئيس الحكومة نحبوا نقدروه ونحترموه ولو لزم نكرموه على المجهود بتاعه. للأسف وضع على الساحة السياسية ملف ياخذ في حجمه أو الملف مش هذا سامحني لا مو تسلسل الزمني مهم راو. علاش نقولك علاش؟ شنو اللي تبدل ببيان شورى 29 جوان اللي قلت نواصل دعمنا لحكومة سيد الياس فقفاخ إلى حين خروج نتائج لجنة التحقيق هذا 29 بعد بخمس أيام تعملوا شورى تقولوا قررنا وأنه نكلف السيد راشد غنوشي بقيادة مشاورات للبحث عن بديل الفقفاخ. هل أنه في وسطك الأيامات هذوك ومن بعد تعملوا مش شورى تقولوا ندعو صراحة ربما سنسحب الثقة من الياس فقفاخ؟ إيه شنو اللي تبدل في الأيامات هذوك؟ وهل فما ساعة أنت حكيت على الإهانة ولكن فما شكون فسر الموقف بأنه في وسطهم صار نهار اللي هو البيان الحكومي اللي خرجوا الياس فقفاخ؟ ما هيش في قيمة حركة النهضة ولا قيمة جهد اللي قدموه وزرائها في الحكومة. وأنا نتصور حتى حد من يجم يختلف معايا في الوضعية هذه، ونتصور أنه رئيس الحكومة بيدو أو الفريق المستشارين بتاعه ندموا بعد عليها، لأنه الطريقة التي وقع التعامل فيها مع وزراء النهضة غير طبيعية. حتى لو أنت تصور باش تحب ترد الفعل، أو حتى أنت ترى أنه النهضة فهمت من بيانها أنه باش تسحب منك الثقة، وترى أنه وزراءها ما يزموش يواصلوا أو ما يكونش يواصلوا معها في حكومة تصريف أعمال. فما صيغة، فما طريقة، فما في ناس، فما معاملة بين الناس بين الأطراف. يا سيدي حتى كان الطرف المقابل ما عملكش بنفس الطريقة، أنت هيبة الدولة، أنت رئيس الحكومة، ياش صارت إهانة لوزراء حركة النهضة؟ فما أخي شنو اللي صار؟ أخي مش أنا اللي نقول، لا مش نقول أنا، وقت اللي وزراء حركة النهضة يوصلوا للقصبة في اجتماع مجلس وزاري ومن بعد يرجعوا يقولوا لهم والله أنتم ما كمش معنيين. ما أنا نقول فما سحابة صيف قاعدة تتعدى، هي احنا في الصيف وهي سحابة صيف قاعدة تتعدى، وبإذن الله باش تتعدى، لأنه في الأخير العبقرية التونسية قامت على الحوار وعلى التوافق، ومش ممكن نواصلوا بنفس المنهجية. وأنا متأكد أنه الناس اللي مع السيد الياس الفخفاخ قاعدين يراجعوا في الوضعيات هذه، وأنا نتوقع حتى الناس اللي باش تدافع على السيد الياس الفخفاخ في النقطة هذه بالذات ما تنجمش تدافع عليه، لأنه عندهم أصدقاء فيهم، لأنهم يعرفوهم ويحترموهم ويقدروهم ويعرفوا الجهد اللي عملوه ويعرفوا الطريقة ذيك ما يستحقوهاش. وراهو السجال السياسي لا ينعكس على شخصانة المواضيع ولا تكون بتلك الطرق. وأنا أتصور أنه سيد رئيس الحكومة وحده باش يعالجها، ونعتقد أنه سيد رئيس الحكومة باش يتجاوز بطريقته، أكيد عنده طريقة لازم يقوم بذلك، لأنه فما هيبة دولة، فما هيبة حكومة. شو الوزراء عملوا الباسيسيون اليوم؟ ما نعرفش هو في الأخير فيه. شوف إيمان، هو في الأخير مسؤول عن الطريق. مهمة النقطة ذي، راك أنت حكيت على حاجة، هل كان البيان اللي سبق الشورى الاستثنائي هو القطرة التي أفاضت الكاس وقت اللي خرج وحكي على أنه سيجري تحوير وزاري سيعلن عنه في الأيام القليلة القادمة، اللي فهمتوا أنتم منه أنكم تكونوا معنيين بهذا التحوير وبالتالي رديت الفعل وقلت نسحب الثقة من اللي يسبق فيه؟ هو والله أنا نحبش نقول في سياسة رد الفعل، ولكن طبعا نأخذ بعين الاعتبار بيان نعتبروه ما كانش حكومي، بيان حزبي. يعني الأصل في الأشياء هو كان يمكن له أن يقول أنه سيقع تحوير وزاري، فما إشكال، فما طرق زادة في التحوير، يتصل بالناس ويقول راهو باش يعلمهم راهو باش يقع تحوير وزاري ويهبط بلاغ للتحوير الوزاري دون تلك الديباجة اللي عملها اللي من أول فقرة لآخر فقرة ويحكي على حركة النهضة. ما تجيش علّا لا هذيك يجي في بيان حزبي، ما يجيش في بيان حكومي. احنا وقتها الناس الوزراء مازالوا موجودين في الحكومة ولم يتخذ حقهم إجراء ولم يعلمهم بإجراء ولم يعلمهم بوجود إجراء.
يعني علموا هما معاها في مجلس الحكومه، علموا كيف ممكن الناس الكل ببيان بتحوير وزاري وماناش عارفين شكون، وهل التحوير شامل وهل يمس حركه النهضه او يمس بقيه بوزاره بحكم بقيه الوزراء، هل انه يقصد بتحرير تحوير جزئي او ما هوش مفهوم. احنا شركاء في الحكم، حتى لو ترى انه موقف حركه النهضه اللي كان ليتها موقف ما هوش في التصور بتاعه، فما حديث يا اخي. احنا كي نقولوا بديل حكومي جديد راهو فما تاثيث، احنا طلب احنا دعينا الى التشاور لتاثيث هذا البديل، يعني راهو ماهوش مقصود به السيد رئيس الحكومه في ذاته في شخصه. فما وضعيه لا يمكن ان نواري فيها الاعين، مش ممكن. انت قلت لي شنو تغير ما بين دعمكم بشرط الانتظار واللي فما تقرير هيئه مش احنا، والامر يتواتر. الصحف قاعدين تقراوا فيها، قاعدين تقراوا في الصحف، قاعدين تقراوا في مواقع التواصل الاجتماعي، عمليه متركاج ضغط. هذا يؤثر على السيد رئيس الحكومة، على أداء الحكومة، على أداء الوزراء، ويؤثر أيضا على الأطراف المشاركة في الحكم. يا أخي حركة النهضة كشريك أساسي نعتقد ذلك، يمكن غيرنا ما يعتقدش، لكن نحن نعتقد أننا شريك أساسي وشريك مهم ويحمل على أكتافه هذه الحكومة. نعم. احنا قلنا راهو ما عادش ممكن نواصلوا هكا، ومانيش قادرين نواصلوا نكملوا نتحملوا المسؤولية بالوضعيه هذه. اي باش نمشي باش ندور باش ندور الكلام، خليني جست انا راني مانيش انا نوزع، انا يقولوا لي لا 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 انا نعرف اش نعمل، على خاطر ما نجمش نعطيك يا طارق يا طارق، انا ما نجمش نعطيك الكلمه ونقص عليك، نعطي الكلمه صحات ونقص عليها، خاطر عندي ستريمينغ تو دونك كامل فكرته نطلع ستريمينغ ونرجع باش تبدا الافكار مسترسله. دونك هو بيدو حسيتو ستريمينغ معنا مباشره الاستاذه منى دريدي كريم، استاذه القانون الدستوري. استاذه مساء النور. استاذه منى مساء النور، مرحبا بك وكل ضيوف حنا. مرحبا لالا، شكرا استاذه على قبولك انك تتدخل معنا. نحب ناخذ بعض الاستفسارات فيما يتعلق بالوضعيه الدستوريه اللي احنا فيها اليوم. احنا اليوم استاذه في الفصل 98 اليوم، خاصه وانه الجدل باقي قايم على مستوى توا، مثلا يجينا حديث على انه فما مكتب المجلس متمسك بتحديد جلسه عامه لسحب الثقة من السيد الياس الفخفاق، ألوغ كو فما أطراف أخرى انسحبت وتقول لك احنا اليوم ما عادش مجال لتعيين جلسة لسحب الثقة، ألوغ كو السيد مستقيل. أي هو صحيح تم إيداع لائحة لوم لسحب الثقة من الحكومة في مكتب الضابط، وفي نفس الوقت قدم السيد رئيس الحكومة استقالته، وبالتالي فإن الاستقالة هذه توقف مفعول لائحة اللوم، ما عادش عندها حتى جدوى لائحة اللوم في وجود استقالة. علاش هذا؟ لأن الاستقالة آثارها مباشرة، يعني وقت اللي تحط الاستقالة تبدأ الأثار متاحة تخدم، ينطلق رئيس الجمهورية إذا ما قبل هذه الاستقالة وأعلم بها رئيس مجلس نواب الشعب، تبدأ في إنتاج آثارها القانونية بالمشاورات التي سيجريها مع الأحزاب والكتل، في حين أن لائحة اللوم لا تنتج آثارها إلا بعد 15 يوم، يعني بعد أن تتم إحالتها على الجلسة العامة للتصويت. هذا هو الفرق بين لائحة اللوم وبين الاستقالة، وذلك علاش الاستقالة عندما توجد استقالة فهي توقف آلياً آثار لائحة اللوم التي لم يعد لها أي جدوى من عرضها على الجلسة العامة. وربما لأكد كلامكم بأنه اليوم احنا في الفصل 98، سيما وأنه السيد رئيس الجمهورية اليوم أعلم السيد رئيس البرلمان بقبول استقالة السيد الياس فخفاخ. طيب ماذا سيترتب عن ذلك أستاذة منى كريم؟ أعطينا المهلة متاع المشاورات مع الأطراف المعنية، اختيار الشخصية الأقدر. هل احنا اليوم ربما فما شكون يتحدث على أنه إمكانية مثلا اليوم نجموا نوصلوا قال الآخر على التونجونت متاع المهلة متاع الستة أشهر اللي وقتها ينجم يتحل فيها البرلمان؟ الفصل 98 من الدستور اللي يحكي على استقالة رئيس الحكومة والتي تعني استقالة الحكومة بأكملها
بدوره إلى الفصل 89 من الدستور، ونطبقوا هوني الأجال المعتمدة في الفصل 89 المتعلقة بالشخصية الأقدر، ما يسمى بالشخصية الأقدر. فما زوز أجال لازم يتم احتسابهم. الأجل الأول هو أجل 10 أيام اللي تنطلق من يوم قبول هذه الاستقالة من طرف رئيس الجمهورية وإعلام مجلس رئيس مجلس النواب بها. عنده 10 أيام رئيس الجمهورية باش يقوم بمشاورات مع الأحزاب ومع الكتل النيابية، ثم يعلن عن هذه الشخصية الأقدر في ظرف 10 أيام. وبعد ذلك الشخصية الأقدر ينطلق معها أجل الشهر لتكوين الحكومة. الشهر هذا غير قابل للتجديد بطبيعة الحال، يتم عرض هذا إثر هذا الأجل يتم عرض الفريق المكون للحكومة لنيل الثقة في مجلس نواب الشعب، ويجب التصويت على الثقة هذه ب 109 أصوات يعني بالأغلبية المطلقة. هون نطبقوا الأجل المعتمدة في الفصل 89 المتعلقة بالشخصية الأقدر. طيب يعني 15 جويليا هو تاريخ إعلام السيد الرئيس بالاستقالة وأعلنوا أنه قبلها، 10 أيام نوصلوا دونك 15 و10 نوصلوا 25 جويليا، دونك أبغتيغ من 25 جويليا يتعطى شهر للشخصية الأقدر، معناها 25 أوت يلزم تحدد يعني الجلسة العامة، يعني 26 أوت حوالي 26 أوت هكيك ينتهي الأجل أي. المخول بالفصل 89 لرئيس الحكومة الأقدر. لتكوين حكومته. هنا ماذا بيا نحيل أيضا على الفصل 77 من الدستور، أنت جبت لي أجل 6 أشهر أي. الفصل هذا يتحدث على عدم إمكانية حل مجلس نواب الشعب في الستة شهور التي تلي نيل أول حكومة للثقة، والأجل هذا في صورة ما لم تتحصل الحكومة المقترحة على الثقة، هنا نجم نحكي على غموض في الفصل 89 لأنه في الفصل عفوا 98 لأنه يحيل على طريقة تكوين الحكومة لكن ما يحيلش على آلية حل مجلس نواب الشعب في صورة عدم حصول رئيس الحكومة هذا الشخصية الأقدر على الثقة من طرف مجلس نواب الشعب. وهنا الفرضية تقعد متاحة لرئيس الجمهورية إما في قراءة له في الدستور في غياب خاصة محكمة دستورية، إما أن يفضل حل مجلس نواب الشعب أو يمكن أن يقترح شخصية أخرى، شخصية أقدر أخرى، وتفتح أجال جديدة إلى حين أن يتم يعني العثور على هذه الشخصية الأقدر التي ستتحصل على الثقة من مجلس نواب الشعب. يعني الأجل هذا متاع 6 شهور في صورة ما خير رئيس الجمهورية اللجوء إلى إمكانية حل مجلس النواب، وهي مجرد إمكانية يعني ماهيش هي نتيجة حتمية، يعني انطيحوا فرد أجل مع 26 أوت يفاوه تقريبا مهلة 6 أشهر التي تفتح إمكانية حل مجلس نواب الشعب. يعني آلية الحل ماهيش بصفة الحل مش بصفة آلية أستاذة كريم، ولكن يبقى الاجتهاد عن سيد رئيس الجمهورية. هو عمره ما كان بصفة آلية الحل، على خاطر الفصل 89 يقول يمكن لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب، يعني هي مجرد إمكانية ماهيش حاجة آلية يلتج إلها رئيس الجمهورية في حالة عدم حصول الحكومة على الثقة. والأجيال من بعد وكلها تقعد الكلها في باب الاجتهاد بطبيعة الحال، خاصة وهذا شيء مؤسف في غياب محكمة دستورية هي الجهة المخول لها الوحيدة التي يمكن أن تؤول أحكام الدستور. طيب أنت قلت الحكومة باستقالة رئيس الحكومة فإن كل أعضائها يعدوا مستقلين. أستاذة منى كريم، جدلنا اللي صار بخصوص إقالة وزراء حركة الحال. بخصوص إقالة وزراء حركة النهضة، يقول كيف لمستقيل ومستقلين معاه أنه يعاود يقيلهم، هل جدل هذايا سيما وأنه مثلا حتى البيان اللي خرج عن مؤسسة رئيس الحكومة يقول كما عبر أنه سيواصل تحمل مسؤوليته كاملة، هل جدل متاع حكومة تصريف الأعمال والصلاحيات كاملة مش كاملة بما في ذلك مسألة إقالة الوزراء؟ هو المشكل المتعلق ب فرض هذه العبارة متاع تصريف أعمال، حكومة تصريف أعمال، المشكل أنه حكومة تصريف أعمال وردت فقط في الفصل 100 وما يتحدثش ما تتحدثش الفصول الأخرى على حكومة تصريف أعمال. وهنا كيف يقعد الجدل زاد قائم بين هل هي حكومة تصريف أعمال أم هي ليست حكومة تصريف أعمال. وشفنا احنا بالتجارب اللي صارت لكل معناتها في الحكومات التي استقالت أنه وإلا انتهت المدة متاحة أنه ديما قعدت الحكومة
الحكومه رغم اللي هي منتهيه مهامها تتصرف بصفه عاديه، يعني تحافظ على كامل صلاحياتها التي يخولها لها الدستور، من ذلك إقالة بعض أعضاء الحكومة اللي يرجع الاختصاص فيها لرئيس الحكومة وحده. إذن من ناحية القانونية المشكل أنه عبارة تصريف أعمال لم ترد إلا في الفصل 100 من الدستور، وبالتالي يصعب أن يتم سحبها أيضا على الحكومة المستقيلة طبقا للفصل 98 من الدستور. لكن المشكل هوني أنا ما نعتبروش قانوني، أنا نعتبر أنه المشكل هذا سياسي بالأساس، يعني أنه يمكن أن تكيف هذه الإقالة كأنها ردة فعل من طرف رئيس الحكومة على بعد إعلان حركة النهضة سحب ثقتها منه. نعم. ويمكن أيضا تفسيرها بأنه ما عادش من الممكن العمل في جو يعني مريح للرئيس الحكومة للمدة اللي تبقات له مع أعضاء من حكومته ينتمون إلى حزب عبر عن عدم ثقته في رئيس الحكومة، يعني مبدأ هذا الانسجام الحكومي لم يعد متوفرا، وبالتالي ذاك علاش رئيس الحكومة خير إقالة الوزراء المنتمين إلى حركة النهضة. نشكرك بارشا، شكرا لك أستاذة منير دريدي كريم أستاذة القانون الدستوري، شكرا على هذه القراءة، بارك الله فيك أنت عايشك، شكرا تصبح على خير. حاتم المليكي رئيس الكتلة الوطنية بالبرلمان، وين ماشيين من بين القانوني والسياسي بين الأخلاقي بين الذوق بين الناس، كل شيء تخلط مع بعضه الكل في خضم طبعا التحديات الاقتصادية والاجتماعية اليوم في الكامور أكيد، وأنه من أنا اشتبعته ولا ما تبعته شنو اللي صاير اليوم، كان جلسة مخصصة لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، ولكن أكم أنتم أولى ربما وأدرى مني باللي صار، يعني كنت في قلب الحدث، وين ماشيين حاتم المليكي؟ حبيت تعليق شوية على الأحداث اللي صارت في البلاد وماشيين. أيه. أنا مسجل بكل معناها ارتياح موقف ثابت لحركة النهضة أنها لا تتعامل مع أي شخص فيه شوية شبهة فساد، وأنها ترفض التعامل معه حتى دون انتظار الأحكام القضائية. هذا موقف مشرف لحركة النهضة، إن شاء الله تلتزم به وكهو. احنا في الكتلة الوطنية حبذنا انه يكون تعاطي مع رئيس الحكومة بعد الاحكام القضائية، لكن خيار حركة النهضة زاد سياسي نطلقين ممكن الدفع به، وان شاء الله كل الاطراف تتعامل بنفس الطريقة هذه، معناها انه ما تتعاملش مع اي سياسي ولا اي حزب ولا اي شخص ولا اي وزير عنده شبهة صغيرة به مسالش. المسألة اللي تم توا اللي صار صار، رئيس الحكومة قدم استقالته ورئيس الجمهورية قبل بالاستقالة، رجعنا للفقرة الثالثة من الفصل 89، سيتولى السيد رئيس الجمهورية باش يختار شخصية الأقدر في ظرف 10 أيام ويكون حكومته في ظرف شهر. هي المشكلة توا نحن في تونس عاملين كأنه جماعة قاعدين يسهروا في الدار. جاوا الوعد عطوا 10,000 فرنك، قالوا له جيب لنا بهم العشاء وزيد خذ لنا شميهم شويه غله وشويه سلايت وزيد جيب لنا بهم شويه جازوز. معناها نحن توش حبوا نعملوا التونس؟ حبوا نجيبوا رئيس حكومه نقولوا له اسمع او فيدك 47,000 مليار، او ثم 7,000 سالوهم لنا جماعه ما خلصناهمش عملوهم، وعندك 5,000 سالوهم في الكورونا، وعندك 19,000 خلص بهم الخدامه شهريه تعطيهم، وعندك 11,000 مليار كملهم الديون، واللي يفضلوا اعمل بينهم شويه مدارس، شويه غناطر، شويه طرقات، شوية كياسات، اللي قلنا بهم شوية مراكز صحية، كلينا بشوية زاد عملنا شوية ثلاثة لأربعة أوتوروت أخرين، عملنا بهم شوية سياحة، اللي قلنا بهم شوية صناعة، عملنا بهم شوية مناطق صناعية، اللي قلنا بهم شوية فلاحة، عملنا بهم بحيرات، عملنا بتاع شنو نجيبهم لكم. توانسة أنا ما فهمتش كلمة العبقرية التونسية، لكن أنا نسميه الجنون التونسي. تونس بلاد ولد مجنونة مربعة. معناها تتعايش بسكيزوفرينيا غريبة وكأني دولة راقدة على مليارات راقدة على ثروات تعمل في 16-17% نسبة نمو تعمل في 2% شوماج، الناس نجروا راهم جا ربي يخدموا هما هاربين، العباد قاعدة متبزعة وعندها فلوس، الدولة ماهيش مسالة والدنيا راكحة وما عندنا حتى شيء. شنو الهبال؟ على أنه هبال تحكي؟ شكون هبال؟ السياسيين الناس مضبعة دي مش عندهاش مخ دي. يقول لي مش يرضى، شو مش يرضى لك واحد بمخه مش يشد لك رئيس حكومة في بلاد كيما هكا؟ لأن هجنيك هكا كرم بالصف. اللي جايك بالصف وشنو ناوي بالحق باش يخدم؟ هالوضعية اللي عايشين فيها نحن تو، وأون بلوس أون سو بيرمي لو لوكس باش نعملوا خطب على الديمقراطية والحقوق تاعنا. ولا التوانسة ماشي في بالهم أذكى شعوب العالم.
ولا عبقريته. عبقريته شنو فسروها لي بالله؟ يشوف واحد يعطيني عبقريه نتاع 20% اميه 17% في البطاله وعندك 6 ملايين و7 ملايين ما يكملوش الشهر ومسال 80% من البي بي نتاعك وتعمل في 0% كرواسوس وماشي الا 6%. ايش حاب تقول؟ معناها اللي صار على المستوى السياسي عبث. غلط عبث. ما يجيش عبث. غلط عبث. لا سحب الثقه ولا هو استقال. مش سحب الثقه لا صار اللي صار هذاك مش مشكله. احنا انا ولاد اليوم وداخلين في نهار اخر مش نعمل فيه ومش نزيدوا نشوفوا سلوك الطبقه السياسيه في التعاطي مع ممكن اخر فرصه للطبقة السياسية الحالية أن تتعامل بمسؤولية مع الأزمة التونسية. هضر أكثر من هكا ممكن في مارس أكتوبر ما نلقوش فلوس باش نخلصوا العباد في الشهريات نتاعهم كان شوية ونطلبوا في الفلوس وندخلوا في البلانشا بيي. السياسيين توا اللي موجودين ملاهي خاسرين شي حاجة في الموضوع. بلاتوات وتلابز وكراهب والشهريات والدنيا مريقلة وأحزاب تصرف وعن خاسرين حاجة هما في البلاد كي تتخذ ولا شنو؟ أعطوني هروح المسؤولية عند السياسيين التوانسة في أنهم يخرجوا البلاد من الأزمة. تحكي على رواحكم معناها. حتى على روحي. في نهار كامل نتكسروا في روسنا نتعاركوا فيها الموضوع هذا. يا ودي عندك 9 سنين فالس تعملش في النمو. باهي. تحب أنت تعمل حكومة تو. إن شاء الله تلقى شكون يرضى عليك باش يعملها لك الحكومة ذي. وأنا باش نطالب اللي يحب يعمل حكومة جديدة في تونس تو ويرضى بها رئيس حكومة. يزمو ندخلوا في منطقة تصرف في الأزمات لا جيستيون دو كريز في منطقة أنت بلاد يزمك تعترف اليوم أن عندك أزمة أزمة صحية أزمة اجتماعية مليون بطال أزمة اقتصادية المؤشرات كل طلعت يوم كلهم أزمات أزمة أمنية. تعرف قاعد يصير في الجنوب التونسي توا؟ الجنوب التونسي توا ولا في واجهة محطوط في بلاصة بؤرة متاع حرب. أول مرة في تاريخ تونس ليبيا. فما قوات عسكرية أجنبية بطيارات وقنابل على الحدود التونسية. هذه أول مرة عشناها في تاريخنا نحن في تونس من 56 عمرنا على الحدود التونسية ما تواجدت قوات عسكرية أجنبية بالدبابة. تسأل قنابل. حتى منك شكون يتحمل مسؤولية في هذا؟ هتنجيك مسؤولية في الهبلة سميتها أنت والعبث والسكيزوفرينيا. أنت توا النيجر مالي تشاد ليبيا البلاصة هذيك لتحت الجزائر هذيك منطقة نتاع انتشار للقاعدة والدواعش و14 ألف جي فيهم تركيا وناس موجودين غاديكا معناها أنت راك موجود في خط دخلاني تاع الهيب وأنت في الصف الداخلي نتاعك بالك وما عندك حتى شيء وناس تحكي على التحالفات الاستراتيجية في منطقة توافق للوصول إلى إشارات إيجابية باش نعمل أنا بالنسبة لي الدولة هذه في حالة أزمة لازمها تلوج على قيادة موحدة نلقوش واحد وليد دحلال ولا امراه بنت حلال ترفع علينا الغمه هذه اللي عايشين فيها نسلموا لها الامانه. اي تبحث على قياده موحده دونك قياده موحده اش معناها؟ ما راهيها رئيس حكومه نجوا نقولوا له يا سيد اجا شد لنا انت الحكومه هذه اعمل لنا فريق حكومي وكدلال اللي يعملوا فيه البرلمانيين قبل اكم تاع لاك يتحد بدل وزير جيبه لي خلينا نشوفه وراح لي انت وحكومتك 12 ساعه تو نمرمدوك ونرجعوك ونسالوك وحكايتك عيل اللي ما كانش تو نسحب روحي اك السلوك الصبياني الكل تاع الطبقه السياسيه اذا كان الناس ماهيش باش تفيق على روحها اليوم لازم تعرف روحها على شنو قاد حكومة تكنوقراط قد تكون الحل يا سيدي تكنوقراط مش تكنوقراط انا نحكي لك التعامل التونسي اول حاجه توحيد القياده ثاني حاجه توحيد الاهداف يلزمنا نعرف رواحنا شنو نحبوا نعملوا مش واحد قاعد يمروش فيك واحد يجبد منا والاخر يجبد منا والثانيه تحديد الاولويات فلوسك شويه شوف روحك شنو نجم تعمل بهم انا كنت نحد قبل كنت نقول تونس لازمها في العام بين 10 و 15 الف مليار باش نجم معناها يجيبوهم لنا من برا قلت البارح نحكي مع خبير اممي قال لي بعيد ياسر قال لي انتم في معناها الناس توا تقيم فينا ما بين 25 مليار دولار الى 30 مليار دولار معناها 75 الف مليار الى 90 الف مليار سنويا لاعاده بلان مارشال لتونس. طارق كحلاوي استقالة الياس فخفيخ هل بداية ربما الخروج من هذه الأزمة هل سهل ربما الخروج من الأزمة اللي قد نحكيه عليها حتى لو كان ربما تنكرها بعض أطراف لكن هي موجودة مو في تشكيل الحكومة؟ هي كما تنجم تكون بداية حل الأزمة كما تنجم تكون مؤشر على أن الأزمة ستتفاق كيفاش؟ وستتعف المشكل توا ربما نتفاعل حتى مع الكلام اللي قاله حاتم فما هو كبيرة بين الناس اللي في الفقاعة السياسية الحزبية البرلمانية
والشيء اللي باش ندهموا عليه توا في الاشهر القادم اقتصاد واجتماعي. اي رئيس حكومه، اي رئيس حكومه، ما تو نحكي من بعد على السيناريوهات خاطر مهم جدا نحكي على السيناريوهات، باش يجي يلقى قدامه ازمه اجتماعيه متفاقمه، تجي يلقى قدامه عجز كبير في الميزانيه، تجي يلقى قدامه نسبة نمو توا تنجم تكون موانسات، تنجم تولي من هنا لاخر العام مهندس، وضع اقليمي مشتعل مزعزع. في المقابل شنو عندنا؟ عندنا وضع اللي فيه بالحق معناتها حالة معناتها تحس ناس ما عادش تحس، معناها ماهيش قاعدة تحس في اللي في اللي صاير. نحب نرجع للندوة الصحفية اللي عديتها نتاع رئيس مجلس الشورى، عمل مقدمة تتوافق تماما مع اللي نحكي فيها أنا تو، الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب والكذا ولمواجهته وكذا، نقرر سحب الثقة من رئيس الحكومة. يعني أنت شو معناتها؟ أنت فوق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية هذه جايتنا أيضا وضعية متاع عدم استقرار حكومي، خاطر حكومة تصريف العمال هك شفت حتى كي باش تعمل عفاء نوليو نقاش وكذا، وهل من صلاحياتها مش صلاحياتها، هل هي تصريف أعمال هل مش تصريف أعمال، فما بالك باش تواجه تو مثلا اليوم كي صار الدخول لمحطة الضخ في الكامور. فما ريبونس، فما زعما كي يسال شكون باش يحكي معاه، شكون الفيزافي وكيفاش، وهل فما تجاوب، هل فما وضعيه تسمح بالتحرك السريع. هنا عندك انت معناتها ساعه النقطه هذه الاولى، نقطه الهوة هذه نتاع الحاجه الاخرى، انه صحيح باش تواجه والله ماذا بينا نزيدوا نعزوا الثقة في الحكومة. ايه؟ باش نسحبوا الثقة باش نعملوا حكومة أخرى. على أساس نحن متفاهمين عليها. معناتها الائتلاف الحكومي متفاهمين المسألة فقط في رئيس الحكومة هو اللي معناتها مشكل. خلينا توا نجي موضوع مهم جدا. اللي هو. وأنا متأكد حركة النهضة توا يعني موجود فيها جسها وربما يذهب معها إلى اخر الليل وتبدا معها في اول الصباح هي اللي تخمم فيه اول واحد. هو موضوع الوضعيه نتاع حركه النهضه وعلاقتها بمختلف المشهد السياسي. توا اللي قاعد نسمع فيه هنا نفسه هو عبد الكريم هاروني منه غدوه في الصباح نتاع مجلس الشورى اش قال؟ قالوا نحن ندعو لغه التيار والشعب وكذا، لان راهو مش مشكلتنا مش معاكم. بمعنى راهو ما تخافوش باش اننا راهو مش نقعدوا مع بعضنا في الحكومه، على اساس هما يستناوا معناتها جوست في حاجه برك ضوء اخضر من حركه النهضه باش تقول لهم والله هما يستناوا في الباب اي والله تفضلوا صار مازلنا مقبولين نحن معكم. وهذا يعكس لي وضعيه معناتها عدم احساس بالوضعيه، الوضعيه الموجوده هي معاكسه تماما. انت عندك اطراف في الائتلاف الحكومي توا ربما لن تقبل مستقبلا مش تكون مع حركه النهضه في حكومه، مستعده تمشي للمعارضه وتمشي لما نعرفش وين. شكون؟ والاطراف اللي موجوده الاخرى. الائتلاف الحكومي عدد منها على الاقل نجم نقول لك اللي ممكن ما همش معنيين اصلا مش يكونوا في حكومه فيها نهضه. هكا رجع الحديث. اي هكا رجع بالمنطقه هذايا. نحن توا في وضعيه نتاع انه مساله العزله. انا ها نقول لك سيناريو مثلا. ينجموا يجيوك بعض الاطراف السياسيه يقول لك اسمع اما تعطيهم اللي يجمعني مساوي صحوا 105 ولا 100 ولا تترى. رئيس الجمهورية يعطيهم اليوم هما أعطي للنهضة وائتلاف الكرامة، وإذا كان مشى معاهم قلب تونس، إذا كان مشى معاهم في التركيبة خاطر معناتها قلب تونس مش اللي يمشي مع النهضة ائتلاف كرامة في الحكومة وحدهم ترويكا جديدة إيه برعتيه خلي يمشي للسبتمبر ويمشي إلى آخره. ينجم فما أطراف تقول رئيس الجمهورية يعطيهم، أما أعطيهم اليوم هما ولا اعطينا لنا نحن ولا اعطي الاطراف الاخرى، الاطراف الاخرى تجيب عندها حتى ولا شو نقول لك تو؟ تو شفتها تجيب خاطر نشوف قاعد شو الحجه تو مره اخرى قاعد ترجع نتاع يا رئيس الجمهوريه اعطي لل 100 واللي عنده 109 الاقدر في العاد حتى عدد يمشي يجيب تحت قبه البرلمان. والله بون المره اللي فاتت ما عملهاش
شنو اللي تغير بين المره اللي فاتت والمره هذه؟ المره اللي فاتت جات حركه النهضه وقلب تونس اتفقوا تقريبا على مرشح واحد فضل عبد الكافي معاك المرشحين الاخرين هنا وغاديه من مرشح مشترك فضل عبد الكافي قالوا له وايه نحن اغلبيه تعطينا اعطينا الواحد ما عطاهمش من هنا من اللحظه هذيك في فيفري حتى شتو شنو صار هل توطدت العلاقه بين رئيس الجمهوريه وحركه النهضه بالعكس هل ولات افضل العلاقه بين رئيس الجمهوريه ورئيس البرلمان ورئيس حركه النهضه يظهر لي الوضعيه زادت كيف ما نقولوا معناها اسوا ولات والتصريحات الرسميه والعلنيه لرئيس الجمهوريه ماشيه وتزيد معناها في الواحد وانا تقديري مش ربما باش تزيد تتواصل بل ربما ستتفاقم اكثر المده القادمه من انه منطلق شنو المؤشرات علاش خاطر انت توكي تجي تلقى شنو معناها رئيس الجمهوريه يحرص على ان تبقى المبادره في يده انت واضح ماشي عامل سحب ثقه يحرص يمشي رئيس الحكومه على الصباح قبل ما يستقبل رئيس الجمهوريه رئيس البرلمان يمشي رئيس الحكومه يعطي الاستقاله نتاعو على الصباح قبل دوب ما بدات مؤشرات نتاع باش يمشي صايب باش يصحوا باش يمشيوا يحطوا في مكتب المجلس يمشي يعطي الاستقاله نتاعو شنو معناها؟ معناها انا الثقة بيناتنا ما فماش ضعيفة برشا نقولوا هنا نحن في وضعية اللي إضافة للكلام اللي قلناه الكل اللي هو بين مختلف الطبقة السياسية والشعب هي أنه الحزب الأول اللي بون كيقولوا الحزب الأول ما عندوش 90 نائب ولا 100 نائب ولا 109 نائب عنده 54 نائب نجموا نضيفوا لهم ائتلاف الكرامة معناتها حتى مع معاهم هما قداش معناتها 70 قداش وعلاقته برئيس الجمهورية علاقة تقريبا معناتها هذه العنصر الثاني ناخذ بعين الاعتبار العنصر الثالث ايش عندنا؟ عندنا كتلة ورئيسة كتلة متعلقين بالماضي ماهوش معترفين بهالمسائل هذه كل على بعضها لا بدستور لا بثورة لا ببرلمان لا وحتى الديمقراطية تم استعمالها بطريقة التقية اللي وصل للبرلمان فقط يعني بالنسبة لعبير موسي وجماعتها مستعد كير ليش الواحد اللي شفناه اليوم معناتها دليل آخر دليل آخر متاع ناس غير معنية بالمرحلة كل يعني تمشي تحتلك كريمو تحتلك يعني مكان رئاسة المجلس وتعتصم لك في الكذا وهني توا شفت مراسلة توا برك قبل ما ندخل من رئيس مجلس نواب الشعب إلى وزير الداخلية طالبوا فيها بالتدخل الواحد معناتها مش هو ماشي الوضعية متاع البرلمان براتيكمون يضاف إلى هذا بين هالاستقطاب هذا للنقطة الثالثة هذه الاستقطاب الثنائي دستوري نهضة شفت أن رئيس كتلة حركة النهضة عمل كلمة متاع حلف إقليمي وهي فعلا هي في حلف إقليمي لكن مش هي فقط تقوض في الديمقراطية فما ناس تفرشلها بالأفعال متاعها بنيتها وبوعيها وغير وعيها قاعد تقوي فيها النقطة الرابعة وشفنا استطلاعات الرأي واضحة بعد تقدم وماشية ومش تزيد يعني إذا كان ماشي لانتخابات أخرى تنجم تشكك في استطلاعات الرأي من هنا الغدوة لكن هذا معطى تتقاطع فيه عدد من استطلاعات الرأي يعني باش تغامر بواحد باش تولي لك متفرعنا أكثر النقطة الرابعة اللي فما حتى الناس اللي قراب أو كانت مستعدة تتحالف مع حركة النهضة اليوم شات سلمت عريضة لسحب الثقة من رئيس البرلمان يعني من رئيس حركة النهضة يعني عندها ملاحظاتها على طريقة تسييره للبرلمان وإلى آخره فما إشكالات حصلة في البرلمان سبت العريضة هذيك لكن المسألة تتجاوز مسألة البرلمان المسألة تتعلق بالمشهد كيف ما قالت حركة النهضة على حد مراجعة المشهد خاطر راهو مش كان مجلس الشورى يقرر مراجعة المشهد الحكومي والسياسي حتى الأطراف الأخرى تنجم تتراجع الناس كل قادرة حتى قلت لك المرة اللي فاتت بل استقالة قلت لك زيد الماء زيد الدقيق وكل واحد يتخايب عنده الردع النووي والاخر ما عندوش الردع النووي اي ولكن ترى وكانك حبيت تعطي هكا تلميح بكونه ممكن ياسر الناس اليوم مشات في سحب الثقه من راشد الغنوش من على راس البرلمان ممكن هيك باش يكون بصفه اليه موقفها ايضا فيما يتعلق بمشاركه حركه النهضه في الحكومه القادمه ما تستغربش بالشيء هذا وهذا واضح ما انت في الطاوله نقوله لك الحاجه هذه اش تعني وراهو بعض الناس قالوا ما يجيبوش 109 لسحب الثقه من رئيس البرلمان وربما الجلسه العامه تتعمل بعد الصيف وربما مفاوضات تشكيل الحكومه تتعمل تحت الخوف من وربما 109 ما يجملوهاش لكن المشكله مش في 109 المشكله في هالانقسام هذايا اللي قلت لك عليه المره اللي فاتت فما زوز
معناتها مواقع زوز فرق زوز تحالفات، حركة النهضة مع ائتلاف الكرامة وقلب تونس بن شاه ورئيس الجمهورية، الكتل الموجودة في الائتلاف الحكومي باستثناء النهضة بأنها خرجت النهضة ولات في المعارضة، والائتلاف الحكومي هو أول مرة معناتها أكيد حركة النهضة واعية أنه أول مرة منذ سنوات هي موجودة خارج أجهزة الحكم، شهر شهرين وربما المفاوضات هذه تؤدي لوضع أطول، وإذا كان ماشيين الانتخابات كما كنا نسمع توا ستة شهور ودرا قديه، دونك وضعية مفتوحة على الاحتمال هذا، أنه هل الحلف هذا اللي موجود فيه الكتل هذه اللي تقريبا هي الكتل اللي قعدت في الائتلاف الحكومي هي تقريبا اللي صحت اليوم على العريضة، هذه موجودة مع رئيس الجمهورية في نفس التوجه، عندك رئيس الجمهورية سيختار شخصية فهالسياق هذا، النجم نقول لك اللي الاستقالة ربما يعتقد البعض أنها باش تحلوا مشاكل، أنا في رأيي ربما باش تصعب على البعض المشاكل، باش تخليها ربما ما كان في الحكومة ربما تولي أبعد بالحكومة، وربما في الحكومة الجاية تكون في وضع أبعد أصلا من اللي كانت فيه، أضعف إذا كان مش البرة من الحكومة، إذا ساعات تعتقد نفسك تعمل حل تحل المشكلة، لكن كيف ما قال البعض تجي تطبها تعميها. اي ولكن الحكايه تجم تكون طارق تحليوي هي حكايه وقت، معناها يقول معناها مازال ما نعرفوش نتائج التحقيقات باش تمشي سواء نتاع لجان التحقيق البرلمانيه ولا حتى نتاع هيئه الرقابه نتاع الحكومه. معناها الوضع هذا نجم نعيشوه اذا ما صارت الاداره نتاع سيد رئيس الحكومه، ما يلزمناش هذا كنا نحكيو فيه بمعزل عن ما ثبت يعرف بقضيه ضرب مصالح. هم قرروا، انت ايش قلت قبيلك؟ انت جبت مجلس الشورى نتاع اخر جوان قلت فيه سينتظروا، ومن بعد جاء نهار الاحد قال لك لن ننتظره، انتهى الفخفاخ، انا بحذاك من هنا ناطق باسم حركه النهضه بجنبي قال لك نحن طوينا صفحه الفخفاخ، هذه قبل اقاله الوزراء وقبل مجلس الشورى نهار الثلاثاء. و بالمناسبه حاولت ناس ووسطات عديدة نهار الثلاث بيدها لإيجاد حلول قبل مجلس الشورى، وجلس رئيس الحكومة مع الوزراء نفسه، لكن كان مجلس الشورى ماشي معناتها مصعد على أساس أنه العالم والبلاد وكل شيء ينتظر مجلس الشورى، كان مجلس الشورى ولا هو البرلمان. محمد وضع سريالي يعني لحد كبير، وضع صعيب اقتصاديا ووضع صعيب سياسيا، ولكن المشكل اليوم الناس تحط على الوضع الاقتصادي الصعيب ولا حتى حد ما عاد يتحمله، كي تقول له ابعد من الحكومه الجايه خلينا نتحمل مسؤوليتها تلقاها الاولى في الوجه. يا سيدي اللي ما يقدرش يشيل كما يقول مصري يبعد، يخليه الناس تحمل المسؤوليه، الناس اللي كانت منذ قيام الثوره الى الان وهي تتصدى لها المهمه هذه كيما كما وقفتوا في وجهها ب20,000 مره ومنعتوها، وشنو اللي قاعد صاير تو؟ هالمناورات نتاع قدم الاستقاله، لا قدم قدم اللائحه وكل، كيما قطع طريق على طرف باش ما يتحملش مسؤوليته. والبلاد تدار بهذه الطريقه، هي يعني الحكم يدار بهالطريقه نتاع الخزعبلات هذه، نتاع انت اذا قدمت لائحه انا نمشي نجري نقدم الاستقاله على الصباح قبل ما تطلع الشمس. هذه دوله هكا تدار؟ هذه المسؤوليه الوطنيه؟ انت كي تحكي على الاوضاع الاقتصاديه الصعبه الناس كل معك واللي ما عاد قادر يتحملها حتى حد، اوكي، ولكن المساله في تونس ماهيش اقتصاديه فقط، احنا عندنا صراع سياسي يتعلق بانتقال ديمقراطي وانجاح هذا الانتقال الديمقراطي، وفي محاولات لافشاله داخليا وخارجيا لا ينكرها اي احد. هذا الجانب ما يلزمش يقع خلطه مع الوضع الاقتصادي اللي هو صعيب، ونبرر بحجة الوضع الاقتصادي الصعيب أنه راه عندنا مشاكل في السياسة، لا عندنا مشاكل في الجانب السياسي، وهي مشاكل علينا أن نواجهها مش نهرب منها، ونقول الحقيقة فيها، نقول راه نحن عملنا ثورة ونحبوا ديمقراطية ونحبوا انتقال ديمقراطي، ولكن فما شكون يريد عقلت هذا الانتقال الديمقراطي والعودة بنا إلى مربعات الاستبداد، فما ناس في الداخل وفي الخارج غير راضية على هذا التمشي، هذا في الجانب الاقتصادي، في الجانب السياسي، في الجانب الاقتصادي فما صعوبات أوكي. جزء منها انعكاس الوضع السياسي، اي نعم، ولكن هذا ما يجعلناش نخلطوا بين الامرين، وكانه اي سيدي خلينا من هالسفير هذا نتاع السياسيين ونحطوهم غاديك يتقاتلوا ويتعاركوا وبرا نهتموا بالجانب الاقتصادي، لا يا سيدي فما مشكله وعندنا عركه في السياسه تتعلق بانجاح انتقالنا الديمقراطي، ونحن نعتقد جازمين انه ما لا يمكن
إصلاح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بدون يعني أنه تكون عندنا انتقال ديمقراطي حقيقي وديمقراطية مستقرة وثابتة. لأنه شفنا حتى في العهد السابق بعض المكاسب اللي تحققت في الجانب الاقتصادي والاجتماعي كلها الفساد السياسي. إذن هذه هي الحقيقة. اليوم الصراع ماهوش فقط أنه فخفاخ يمشي ولا فخفاخ يقعد. إحنا الآن أصلاً في زمن ما بعد الفخفاخ، هذه سينتهينا هذه طوية صفحة باش يبقى يعمل بعض التصرفات مع يعني كل واحد من جيبه يصرف كما يقول. هذا مش مشكلة. كان احنا عاملين البلاد عاملين في زمن ما بعد الفخفاخ. القضية لم تكن شخص الفخفاخ. ايوا مش من السهولة ما بعد الفخفاخ، اليوم فما صعوبات ما بعد الفخفاخ. معناها المسألة ماهيش بتلك البساطة. اذا كان تو يقول لك راهو اليوم بعض المؤشرات بدات تعطي بانه بعض الاطراف ممكن يستقل، كان ما حاشتيش باش يشارك بالحكومة بفضلك. تقعد ترتاح. ترتاح، خلي الناس تحمل مسؤوليتها. تي هما نخدموا ولا خلناه الناس تخدم. اللي ما هو اللي يقول الوضع الاقتصادي صعيب ولا انا ما عينيش باش نشارك في الحكومه ولا الطرف هذايا انا ما عادش قادر نخدم معاه، يتكى يرتاح ويخلي الناس تخدم. اما انه لا نخدم ولا خليك انت تخدم، هذا وضعي ما تمشيش في البلاد. ثم الاطراف هذيا سترى وضعها في البلاد وسترى نتائج مواقفها وتاثيرات المواقف نتاعها الاخرانيه من ملف الفساد عليها وعلى شعبيتها وعلى موقعها في البلاد. وقت اللي هي تمشي تتحالف مع اطراف اخرى اللي هي تقريبا معناتها متهمه بالفاشيه، فمش هذا لانه النهضه اثرت على انها تحارب الفساد وان ما تتوطاش مع الفساد. هذه تحمل مسؤوليتهم. فهمتكم؟ المشكله لم تكن مع الفخفاخ ولم تكن مع الحكومه رغم المشاكل اللي فيها. من مع شكون المشكله؟ المشكله كانت مع ملف. علاش نعاونوا مع ملف طرح وكان لابد من التعامل معه. فما قضيه طرحت نتاع فساد وقلنا ألف مرة كان ممكن حلها ببساطة أنه يقع السيد ذي ما يفوض مسؤولياته ويلقى أي حل، نشوفوا أي حل. ولكن فما أطراف أصرت أن تدافع عليه وأن يبقى مهما كان الثمن، مهما كان الثمن. ما يهمش ملفات الفساد واحد، بل بالعكس كانت الناس تدفع أنه ربما حتى نحو التبر أمتعه. اليوم عندنا المسألة حسمت، مشات رئيس الجمهورية. إيش باش يقرر رئيس الجمهورية؟ في اعتقادي ما نجمش حتى واحد يتكلم باش، وما نجم حتى واحد يحطه في حلف معين. اولا سعى لانه هو مفروض فيه يكون رئيس تونس الكل، واذا خالف هذا الامر فانه يكون خالف دوره الدستوري. ثانيا لانه نفس الناس هذوما حطوه في حلف قبل ايامات مع سي الفخفاخ، يعني كانه رئيس الجمهوريه متحالف مع الفساد، اللي هو لا اعتقد انه هذا يرضي اي واحد في تونس ولا يرضي رئيس الجمهوريه ولا يرضي اي طرف في البلاد. فما دفع حقيقي اليوم في البلاد انه خلق ازمه بين رئيس الجمهوريه وبين بعض الاطراف في البلاد. فما دفع حقيقي بين رئيس الجمهوريه ورشد غنوش. ورشد غنوش الور كو الحقيقه اللي صارت انه فعلا قبل مجلس الشورى حركه النهضه وقع اللقاء هذا بين رشد غنوش وبين رئيس الجمهوريه. صار اللقاء صار اللقاء وما تسرب عنه كان صحيحا. رئيس الجمهورية قال ما قابلت حد. لا لا ما ال 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 ما قيل فيه كان صحيحا وتم الاتفاق على هيك النقاط هذيك. اللي صار انه فما خطأ ارتكبته حركة النهضة في بيانها. البيان معناتها اتصاليا كان خاطئا وهو ما اثار رئيس الجمهورية، وفي هذا كان عنده الحق. ولذلك كانت ردة فعله ظرفية على بيان حركة النهضة. وانا نقول لك كان عنده الحق لانه مفروض انه اتصاليا اللي شو تفهم منه؟ بيان مجلس الشورى الاولاني تفهم منه كانه حركة النهضة هي اللي قررت سحب الثقة من الحكومة وان هي ماضية في المشاورات في قيادة المشاورات الورك. هذا بالنسبة للرئيس او بعض من وصل له المعلومات انه فيه تعدي على صلاحيته. الرئيس عمل رد فعل على هذاك. جاء مجلس الشورى الثاني وانت سالت سؤال مهم، شنو الفرق بين مجلس الشورى الاول والمجلس الشورى الثاني؟ الفرق هو تعديل هذه النقطة اتصاليا مع رئيس الجمهورية أولا، ثانيا تمكين الأستاذ راشد الغنوشي من صلاحيات واضحة بسحب الثقة من رئيس الحكومة، حتى لا تقول بعض الأطراف داخل مجلس الشورى أنه نحن لم نكلفك صراحة بسحب الثقة. نقطتين مهمين أنا اعتقادي هذا لماذا؟
عقد مجلس الشورى الثاني. المهم هذه خلاصة المسألة اللي فاتت. الآن لا أعتقد أن رئيس الجمهورية معني بأنه يدخل في صراع مع أي طرف. دليل شنو؟ دليل البيان اللي ذكر فيه أنه البيان اللي صدروا في بمناسبة قبول استقالة الفخفاخ طلب أنه أن لسنا معنيين بدخول في صراع مع أي طرف. فمن أخرى تحب رئيس الجمهورية يدخل في صراع نيابة عنها مع حركة النهضة شأنها. أنا لا أعتقد أن الجمهورية معني بهذا، وله معني بأنه يكون منخرط في حلف متاع فساد، وله معني بأنه يدخل في صراعات هذا الأصل فيه. الآن أنه هو يكلف وبعدك حسابات واحد، هذه كلها صراعات تعودنا بها منذ قيام الثورة إلى الآن، وهي مناورات سياسية مشروعة لأصحابها على كل حال، ما دمنا تحت سقف الدستور والقانون. أخيرا أنا لما يجري في مجلس النواب واو طلعت في المنصة وكذا، هذا كل حال نعتبره نوع من صداع الديمقراطية. كيما واحد عنده زكام يعمل شيء عنده أثى زكام شوية سخانة شوية كذا، الديمقراطية عندها بعض الآثار اللي لازم تتعامل معها. يعني شنو هذه عبير موسي من آثار الديمقراطية التونسية، يلزمك تتعامل معها بطريقة هذه. دونك هذا نوع من الصداع اللي قاعدة تسبب فيه، يعني هذه في اعتقادي نتعامل معها بطريقة ديمقراطية ما فما حتى إشكال، ولكن هذا لن يغير من المسار العام اللي ماشي فيه. نحن تونس مشيت في مسار انتقال ديمقراطي نجح وثبت أنه نجح إلى حد الآن رغم فشل كل التجارب الأخرى في المنطقة، ولهذا هو يتسمى استثناء تونسي. نعم. مش لأنه فما عبقرية اقتصادية، لا، لأنه فما عبقرية سياسية أنتجت توافقا عجزت أن تنتجه دول أخرى وهي الآن في حرب. طيب. وقتين نتحدث على الحدود الجنوبية نتاع تونس وما يجري فيها، السبب جزء منه أن الناس مشيت في الإقصاء السياسي ومشيت في العزل السياسي ولم تستطع أن تجد توافقات كما فعلنا في تونس. به سي متريق، اليوم مسألة المشهد الجاي الحكومة الجاي الشخصية الأقدى ومدى قدرتها على معناها لم أكثر طرف، لأنه حتى حسابيا والنتائج والكتل اللي تحت قبة البرلمان ما فما حتى مناص كان الحكومة الجاية باش تعمل يتوافق يا وحدة وطنية على رغم الاختلافات ولا حكومة ائتلافية ولا، ولكن مع تعمق هو هذه متاع انعدام الثقة، الثقة اللي ما كانتش موجودة هي حتى تسحب اليوم من أول الناس تحكم بعضها ما كانتش عندها ثقة في بعضها، ولكن اليوم يظهر لي وصلت لدرجة متاع أنه بعض الأطراف قد كما كان يحكي ربما هو عنده بعض المعطيات تقول لك أنا أخوي مش نحكم مع حركة النهضة، شو الحل؟ والله أنا ما سمعتش لا حزب التيار ولا حركة الشعب ككتلة ديمقراطية قالوا الحديث هذا. يعني الأستاذ طارق يعني يمكن استنتاج ويستنتج في الأخير، هو ما هوش ممثل حزب أستاذ طارق. اليوم غازي الشواشي في الشمس فام قال أسمعوه ما أسمعوه شنو قال؟ لا سمعنا غازي الشواشي ما أسمعوه غازي. على كل حال احنا نمشيو بالتصريحات والبيانات الحزبية، اي تصريحاته بيانات الحزبية قيادي صريح، يعني هي ماهيش فقط دي فونتازم، فهمتني؟ ونتصور نتوقع انا انه دور بعض المحلين المرموقين واللي عندهم مكانة في البلاد دورهم يقوم على التجميع، يقومش فقط على الانتصار لطرف دون آخر، لأنه هام جدا حتى في إطار التنظير لرؤية ما والتوجيه والتأطير والترشيد يكون دائما بعامل تجميعي. أنا هكا نعتقد. لكن خليني نجاوب على مسألة نراها تتكرر كل مرة، وفي إطار التفاعل أو التعامل مع حركة النهضة، كل طرف جديد في منظومة حكم يريد أن يحتك في طريقته مع حركة النهضة ديما يجيب لها حكاية النهضة راهي في عزلة، عملية الضغط على النهضة من أجل تغيير طريقة التفاعل بتاعها مع الواقع والممكن السياسي اليومي. حركة النهضة حركة واقعية، ما حركة النهضة ما تجمش تكون في نفس الوقت يتهموها بالبراغماتية وفي نفس الوقت تضع نفسها في عزلة، صعب جداً. وكل الأطراف من أول الثورة إلى الآن اتهموا حركة النهضة، من اتهم حركة النهضة في العزلة هو انتهى إلى عزلة، حركة النهضة ما متواصلة. مش لأنه حركة النهضة ما تراش عندها صعوبات أو أخطاء أو لأنه حركة النهضة حزب عنده قدرة على القيام بالمراجعات،
وقت اللي يلقى مأزق يقدر ذلك المأزق ويعطي الحل. وهذه العبقرية اللي نحكي عليها أنا للتوانسة، أنا نؤمن بعبقرية التوانسة، غير من مش حاجة أخرى، من نؤمن بعبقرية التوانسة. وراهو أنا نعتقد كل واحد ترشح للبرلمان هو مش ترشح شعارس، لا 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 مش ترشح لأنه يرى أنه الوضع هذا ما فيهش حل، لأنه يرى أنه الوضع هذا فيه حل، ولأنه هو يريد أن يضيف إلى المشهد الداخلي بما في داخل منظومة الحكم بما يراه هو باش يخرج بحلول واستنتاجات احنا نراوها في حلها الجماعي في مخرجها الجماعي تلك العبقرية. اللي نحب نقوله أنا إيمان أي في موضوع العزلة، أنا مانيش قاعد نراه مثلا في طوة في الوقت الحالي النهضة في أنا عزلة بالضبط، يعني أنا نراه أنه حركة النهضة قدمت عريضة لسحب الثقة، ولو أنه رانا نأسف إلى ذلك، راهو لا نعتبر ما نقوم به نصرا، نحن ناس متواضعين ونحن رانا متألمين ومتأسفين على الأخ، شكونوا واضحين، فما فرق راهو بين موقفنا من الائتلاف الحكومي وبين المآلات، اختلف في الأمر، يمكن غيرنا ما عندوش نفس التشبع بهذه القيمة، لكن احنا عندنا، راهو احنا ما عندناش منطق غالب ومغلوب، وما عندناش منطق منتصر ومنهزم، وماهيش افتال عضلات على بعضنا، لا، أما راهو حركة النهضة وقت اللي قدمت عريضة سحب الثقة راهي قدمتها في ساعة، راهو غيرنا حب يقدم عريضة سحب الثقة راهو ضرب 3 أيام، مانيش عارف شكون اللي في عزلة، وراهو حركة النهضة كي تخرج توا شوية من برلمان وتمشي خاطر احنا كان في وسط البرلمان، بالعكس احنا هاو توا يقولوا معنا الائتلاف ويقولوا عنا ائتلاف برلماني، مانيش فاهم كيفاش حركة النهضة في عزلة وفي نفس الوقت يقولوا ساق في الحكومة وساق في المعارضة، وراهو زاد حبيت نقول خارج البرلمان راهو فما مواقف تاع شخصيات اللي هي معتبره واعتباريه ونفتقدها في الساحه السياسيه. فما حزب الجمهوري غير الناس قاعده تطلع على مواقف سي عصام الشابي ولا من اللي قاعد يقع، راهو فما الدكتور منصف المرزوقي راهو نشوفوه مره مع يجي مع يتحدث مع الاستاذ سيف مخلوف كذا، راهو الائتلاف الكرامه اللي اليوم ناس تحب تتبرأ منه باش توري، راهو الائتلاف الكرامه راهو انطلاق المباحثات على الحكومة، راهو سيد رئيس الحكومة قعد معاه، وراهي الأطراف الحزبية الأخرى ما كانتش عندها موقف منه، وراهو المحاولة لتصوير المشهد وكأنه اتحاد رئيس دولة وكتلة ديمقراطية راهي هذه مغالطة، وراهو حديث في رئيس الجمهورية لا يليق، لأنه رئيس الجمهورية ورئيس كل التوانسة ماهوش رئيس شق على حساب شق آخر، وراهو دفعه لهذه التركينة، هذا هو الذي يؤزم الوضع، وهذا اللي يعطي لعبير وأمثال عبير في إطار التنظير الآن الثورة والثورة المضادة والمسار وحماية المسار الديمقراطي من عدمه، وحركة النهضة اللي والله مرة موقفها على اليمين ومرة موقفها على اليسار ومرة هي مع الفساد ومرة هي مع ضد الفساد، ومرة عمره ما قالت حركة النهضة على سيد رئيس الحكومة إنه تشوبه شبهة فساد، احنا قلنا شبهة تضارب مسار، احنا ننتقي كلماتنا لان يعني احنا نقدر سيد رئيس الحكومه، واحنا لا نتهم، علاش حكومة نتهم لانه هذا الفرق بين الزمن القضائي والزمن السياسي، وها باش نقول لك وقت اللي كانت السيده سامية عبو في المعارضه لم ترحم السيد فاضل عبد الكافي وقت اللي كان وزير، لم ترحمه، اما انتوا في الحكم توا لا اخي هو في الحكم مش بيا، انا في الحكم يا اخي كي نبدا يا اخي انا كي نبدا انا في الحكم يا اخي انا اللي نتحمل، ماهوش الاستاذ طارق اللي يتحمل بمسؤوليه الحكم، إيه هو اللبسيوس باهي الاستاذ يجيب لك امثله الاستاذ واحد في المعارضه قبيله قال لك اللي يصفق فيه كان جاء في المعارضه طبيعي لا مش لبسيوس، هو فعلا يبدو حركه النهضه الاشهر اللي فاتت كانت افكتيف، لا مش لبسيوس في المعارضه لانه انا كي نشتغل وهو عنده 4 5 سنوات مع ناس غارقه في تضارب المصالح شوفوا هيك الفساد، اصبر علي يا استاذ طارق اصبر علي، عمره ما عمل عليهم كلمه صبرا جميلا ولا سمعناهم عملوا صبرا جميلا، اللي لا هو اللي راه هو لبسيوس ولا هو ساق في الحكومة وسقف المعارضة، هذه كانت نظرة شاملة بالنسبة لي، بالعكس لأنه أنا نختبر من لأني أنا كحزب كنت نقول في الحكم كنت نستمع للمعارضة وأنتبه، والأخ حاتم مليكي قال إن شاء الله كي تتعاملوا مع سيد فخفاخ تتعاملوا مع غيره في إشارة نبيل القروي، راهو نحن لم نتهم سيد فخفاخ بالفساد وما هوش من حقنا لأن لسنا جهة إدانة ولسنا جهة تبرئة
والذي اتهم او على الاقل الذي احال الملف هي هيئه مكافحه الفساد. نعاود نكرر، نحن ناسف لهذه الوضعيه التي لقينا فيها نحن ناس الكل، والسيد رئيس الحكومه احنا راهو نحطوه على راسنا من فوق مش بالكلام، لانه نحن قلنا منذ البدايه نحتاج الى دعم وتوسيع الحزام السياسي، احنا حبينا ندعم هذه الحكومه، غير نضيق على سيد رئيس الحكومه بحطوا له ديباراج. المفاوضات اللي يحكي عليها وماذا بيا انا سي طارق، خاطر هو قال فما مبادره كانت، مانيش عارف هو ينطق، قال سي طارق كانت فما مبادرات اخر لحظه لتقريب وجهه نظر، ماذا بيا نحكي قال نهار ثلاثه، ماذا بيا بالضبط يعطينا شنيه مضامين هذه المبادره. تو كي نعرفوا شنيه مضامين هذه المبادره، اتو نعرفوا اسكو حلول حركه النهضه شهر التالي وشهرين التالي في مضامين المبادره اللي يحكي عليها سي طارق واضح موقف حركه النهضه غلط والا لا؟ اش معناه؟ معناه اللي يصفق فيه كان مستعد، معناه اللي يصفق فيه كان مستعد يدخل قلب تونس ويقعد. انا نحب نعرف، لا لانه سي طارق، لانه سي طارق، لانه سي طارق، لانه سي طارق، لانه سي طارق عملوا عقل. هاي انا المبادره اللي نعرفها هو لما حق معناه هي المبادره، ما تخليش الفلوس تهرب بيك. بيننا وبين سيد رئيس الحكومه نحتاج الى وساطه باش يقولوا لنا ويقولوا سيد رئيس الحكومه نعملوا عقل. عاد انت تو دعيت وساطه نتاع محلين زاد قلت راس نوره. اسمعني يا ايمان، اسمعني، شوف خلينا من غير ما نقعد ونتذكاو على بعضنا، نعرفوا بعضنا ونحن اصحاب. لا مونيش نرجع لك في نقطه، وطارق انا عندي ليه كل التقدير، في نقطه كل الاحترام. انت لما احتوى بانه ليصفق كان مستعد وانه يدخل قلب تونس ويقعد، انا ما ندخلش في التلميحات. انا سيد طارق قال فما مبادره يفسرها شنيه المضامينها، هاني فسرتها لك، هاني فسرتها لك. هي تعقل دعوه تعقل جيد، ما فيهاش تدخير جيد جيد عامل عقل جيد. هذه الحاجه اللي نعرفها هو ما لما هو يحب يقول لك راه هو خارج. شوف قداش يقدروا في الراجل يا رسول الله، قدروه طبعا وهو خارج. علاش هو وزيد كمل عليه راه حتى هو خارج، راه قال سيدي خلينا نقعد نقدروا سيد رئيس الحكومه. لا نحن نقدروا سيد رئيس الحكومه ان شاء الله، ما تقدروش الناس الكل كيف قدرتوه. لأنكم انتم ما تفرقوش بين، والله العظيم ان شاء الله تكونوا تقدروا الناس اقل من هكا، وبين التقدير سيد رئيس الحكومه. هو التقدير، نحن ما عندناش اشكال مع سيد رئيس الحكومه في شخصه، وما عندناش اشكال. نحن تعاملنا مع سيد رئيس الحكومه قدام نطلع فاصل ونعطي كلمه لحد المملكي. عملنا في بياننا قلنا استعمال الاليه الدستوريه سحب الثقه، غيرنا دفع سيد رئيس الحكومه ان يتعامل مع الوزراء بتاع حركه النهضه بطريقه. انا متاكد يا طارق انت في قراره نفسك، انت في قراره نفسك، الطريقه اللي تعاملت بها نجم نقول لك ما تجيش. اما تبي يقول لك حاجه اخرى، لا لا ما انتهيش ما انتهيش، تحب اقول لك حاجه، خليك الكلمه اللي خارج. تعرف الأسوأ الأسوأ من اهانه الاصدقاء نعرفهم انا الوزراء اللي خارج، خارج الاهانه الاكبر تجي رئيس الحكومه تقول اسمع احنا قاعدين معاك اما ماشيين هكا انت حي قدامنا باش نورثوك وعينك حيه، نمشيو نعملوا مشاورات كيفاش باش نطيحوك، اما في نفس الوقت انا قاعدين معاك انت تروح لك تعرف شنو هذيا. حتى في جميع التقاليد السياسيه نورمال انت خارج برا، اخرج يا اخي شي انا قاعد معاك، ما راني ماشي باش نورثك وعينك حيه. يا ايمان يا ايمان يعني حتى بالمنطق باش ننهيو هذا النقاش. شو رايك المساله مش شخصيه، في مساله هو كان حاضر فيها معنا وقت اللي كان في المؤتمر وكان معناها انا شخصيا احترمه برشا راهو طارق، خلينا من السجال هذا ولكن ما بيناتنا كان احترام، هو يعرف هذا. سي حمادي جبالي اذا كان امين عام حركه النهضه، هو من هو؟ هو من هو بالنسبه لنا؟ وقت اللي قلنا له هذه صيغه ما تعنيناش وما نجموهاش وما نوافقوش عليها، طلبنا منه الاستقاله، كانت ذلك ما نحن طيحنا قدر سي حمادي، احنا طيحنا قدر سي حمادي. ليش كان تعرف شنو، تعرف شنو هي ايمان؟ انا مادام ذكرني في هذايا ما يفرقوش بين امرين، تعرف كيفاش ما يفرقوش بين امرين؟ مادام مش بد مش بدنا نكرهش التاريخ، ما يفرقوش بين امرين. لا لا ما يفرقوش بين امرين، شو ما يفرقوش؟ والله كلمه بركه، ما يفرقوش مادام مش بدنا شويه تاريخ. استعمال استعمال ما عندي بلادي باش نروح فيها بجراره. فاصل وراجع نعطي الكلمه لحاتم. شفت انا راني ما نتذكرش وقت اللي هو يتكلم. الو ذبحت السياره حاجه غريبه اي انت الدنيا لها طعم جديد حاجه غريبه
حاجة غريبة أنا حاسس إني تايم عين. اهلا وسهلا ومرحبا بكل من التحق بنا في المشاهده. نحكيوا على اخر مستجدات الشان الوطني. حاتم المليكي، اذا كان نسمعوا المعطيات هذيا نقولوا الوضع يخوف، الوضع مش باهي. مش نحكي اقتصاديا واجتماعيا، معطيات بانه بعض الاطراف السياسيه ربما اليوم تقول لك انا جربت حكمت مع بعضنا، معناها اي طرف ان كان. الاخر يجي يقول لك انا ما عنديش فيه الثقه، الاخر يقول لك انا حكمت معاك وجربت، الاخر يقول لك انا تجربت طيحني بعد 6 شهور وبالتالي خليني في كرسي المعارضه ارتاح. ما نشكمش على الحكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والذين على اللغو معرضون، صدق الله العظيم. حبيت تفاعل مع أخوي على حكاية الانتقال الديمقراطي، يعني مسألة مهمة أنا تهمني برشا مسألة هذه. لاحظوا، فأنا رأيي في العالم الناس جات اتفقت على حاجة اسمها كونية حقوق الإنسان. فكرة أن الثورة في خطر هي كما فكرة الإسلام في خطر، كما فكرة العروبة في خطر. ديم أنا بالنسبة لي كإنسان نعتبر المواطن في خطر، عندي مواطن فقير في خطر، عندي مواطن بطال. ونرجع فيها الفكرة جد النبي صلى الله عليه وسلم وقت اللي قال للكعبة رب يحميها. أنا بالنسبة لي كسياسي العمل الرئيسي ثورة رب يحميها معناتها؟ معناتها الثورة رب يحميها. تو نكمل أنا تفهمني. أنا بالنسبة لي دور السياسيين والحكومات في دول ديمقراطية، إيش معناها دولة ديمقراطية؟ معناها ثم مسؤول في دولة يخلص من عند المواطن. ثم مواطنين يدفعوا جزء من أموالهم يعطوهم الناس مسؤولين في الدولة، وزراء وإلا نواب ولا مسؤولين، باش يقدموا لهم مقابل ذلك خدمات تتعلق بالصحة، تتعلق بالتعليم، بالطرقات، بالنقل، كذا. هذه دولة ديمقراطية حديثة اللي أنا نخمم فيها. بالنسبة للوضعية هذه الحقوق المدنية والسياسية تفكوا فيها، تشكيل الأحزاب، الجمعيات، المنظمات، حرية التعبير، كذا، تستعمل كأدوات لتحقيق الجانب الثاني تاع حقوق الناس اللي حقوق الاقتصادية والاجتماعية، السكن والشغل والرفاهية اللي تطفوا فيها المواطنين. وأعطيك مثال بسيط، ولا دولة في العالم ديمقراطية فالسة، لأنه ما يتقبلوش مع بعضهم الحكاية هذه، لأنه مفهوم الديمقراطية أنا بالنسبة لي في العالم الحديث أنه ثم مواطن تتوفر له حقوق اقتصادية واجتماعية، في نفس الوقت تتوفر له حقوق مدنية وسياسية، يعمل جمعية، يعمل حزب، يشارك، يتظاهر، عنده حرية ضمير، عنده حرية تعبير، عنده كذا. ولكن العملية السياسية هدفها تحقيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية واحترام الحقوق المدنية والسياسية وتكريس المحافظة عليها. كي تقول لي نعدي 10 سنين نخدم في عملية سياسية عقيمة نحافظ بها، يا سيدي نفترض تحافظ بها ونبني بها في الحقوق المدنية والاقتصادية ونعمل مكاسب للمواطنين واعمل جمعية واعمل حزب واتكلم وتظاهر واعمل اش تحب، لكن في المقابل الدور المسؤول للدولة، للحكومة، للبرلمان، رئيس الجمهورية، الناس اللي تخدم وتخلص مع المواطنين، لأنه مثلا راشد الغنوشي راه وقت هو رئيس حركة النهضة حاوس كيما يحب ويلبس كيما يحب، اليوم أصبح شبه موظف عمومي يتقاضى أجرا من أجور المواطنين. سي راشد الغنوشي وين بيدي؟ استراولنا تخلصنا فيهم فرملية، خلصنا فيهم معلم، يخلصنا فيهم موظف وسط الدولة التونسية. لازمنا نفهموا دورنا الحقيقي شنو؟ دورنا الحقيقي كحكومات وكبرلمانيين ناس تخدم عن دولة أنه نركزوا على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ونوقفوا كضامن للحقوق المدنية والسياسية تاع المواطنين. إذا ركزوا كان على العملية السياسية وننساو دورنا الاقتصادي والاجتماعي أصبحنا أخلينا بالمعمل. احنا في تونس شو اللي صار؟ هو ما يسموش راهو تحول ديمقراطي، سموه تحول سياسي مش انتقال ديمقراطي، يعني ماكش ضامن توصل للديمقراطية انت راهو تنجم تعمل ارتداد. ثم دول بعد 10 سنين، علاش هكا كلمة 10 سنين راهي مهمة معناتها؟ لأنه بعد 10 سنين في التجارب المقارنة هو التاريخ الذي يتناسب مع عودة الأحزاب القديمة. مشي بولونيا، شوف في رومانيا، تلقى بعد 10 سنين الناس فدت وملت ولت تقارن، يقول لك زاد حتى الأحزاب القديمة قدمت لنا في وقت ما خدمات. إن شاء الله ما نوصلوش احنا الشيء هذا في تونس. ولكن كي تعمل عميل بناء سياسي، تكتب في دستور، تعمل في قانون أحزاب جديد، قانون جمعيات جديد، تحافظ شوية على الحريات، تحمي حق التظاهر، تحمي الناس الكلمة الحرة، كذا كذا، ما يسالش. أما كي تعمل 10 سنين وأنت تحقق في نتائج اقتصادية واجتماعية كما اللي حققناها نحن توا، من حقك أنك تسأل السؤال، نجم تحافظ على البناء الديمقراطي ولا ما تنجمش تحافظ عليه؟ قداش قادت الثورة الفرنسية باش استقرت؟
ما تقارنش لانك نقول لك علاش محمد قارنش نقول لك علاش ما تقارنش لانك الظروف الصناعيه والتكنولوجيه والظرف اللي موجود فيها وحاسبني قعدت باش تصبرني محمد يا خليك نعطيك راي انت وقت في 1780 اخي عندك عباد عايشين في نظام مالي فينونسيي وعندهم بورتابل وعندهم كراهه وعندهم طيارات وسيفوا في الصيف انت راك جاي تسقط في فكره قديش شد الانتقال في فرنسا عام 1780 انت عندك سوسيولوجيا المواطن تاع 1780 عندك مواطن نجم يصبر لك ما تنجمش تقعد 100 سنه ايه ما تنجمش يا محمد راه على الاقل تعطي مؤشرات ايجابيه للمواطنين انه فما عمليه سياسيه منتجه تنتج على الاقل انا كمواطن نصبر عليك يا سيدي انا مناخذ 600,000 ماني مخنوق ما نجمش نمشي حتى شيء على الاقل وريني انه بعد 3 سنين مش ندبرهم 7-800 دينار انا عايش في الغرقه وصلني يقول لي راه باش يجي كياس بعد بعامين انا راني مريض وناخذ في رونديفوا 6 شهور قول لي راك باش توصل تولي بعد بعام 3 شهور اعطيني امل كمواطن باش نمشي نجموا راهو نقعدوا في السياسه نتحدثوا وكل والتلميحات والتنظيرات العملي ونعطيك حاجه اخرى راه المواطنين والله لا يهمهم في شكون قابل شكون وقعد مع شكون واش هو اللي قال له ومن بعد 26 جوا وصدر البيان 27 والله لا يهمهم المواطنين في الشيء هذا في الاخر بالكل احنا شنو انا شو اللي قلقني تو الشابيتر هذا انتهى انت قلت ما يخلوش شكون يتحمل المسؤوليه يتفضل يتحملوا المسؤوليه اللي قادر باش يتحمل المسؤوليه في المرحله هذه بما لا يهدد حقوق والحريات الحقوق المدنية متاع السياسيين متاع العباد ويضمن لتونس حقوق اقتصادية واجتماعية وتوانسة ياخذوا شهرية متاع 2 ملايين وياخذوا سميق متاع 1 مليون مبروك عليه تفضل ورجعنا في 60-65% مديونية ورجعنا في 7-8% يوصلنا تاع شوماج يا سيدي تو نصبروا تو بشوي 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 نعمل دولة لكن الجو اللي قلق احنا تو قاعدين وكأنه نثبت في حالة من العجز فشل هذا من العجز نثبت فيها لبعض انت قديش عندك من حكومه عملت 7-8 حكومات في 10 سنين عملت بريسك في العام تعمل ونص تعمل في حكومه هذيك سيمتوم تاع عاجز سيني تاع عاجز انك ما تنجمش تضمن الاستقرار قديش تعمل في نمو هذيك حاله تاع عاجز قديش تنجم تحسن دخل المواطنين حاله تاع عاجز اذا انا لا اؤمن بعمليه سياسيه عقيمه ما تعطيش نتائج انا دوري كبرلمان اني نخرج ونتكلم ونتكلم في الاعلام وندخل في البرلمان ونعطي افكار ونمشي نحكي عن الناس على شنو الانتري بوينت خاطر تونس هذه بلاد لازمك تعرف روحك وانه للطول اللي عندك باش تنجم تخدم للطول الحالي بالنسبه للدوله التونسيه في عمليه اقتصاديه منجه هي اعاده تغيير نسيجها العمراني هي تخريج الناس من اشكال الهشاشه اللي موجود هي انك تدفع بروحك بقوه ميركل وقت اللي تحت الناس كل في 2008 ايش عامل قالت لك المانيا هي الضامنه للبنوك الالمانيه خرجت المانيا من العمليه توا حاجتنا بدوله هوية ما عندها حتى هشاشه وارتهال للسياسيين يديها مسيبه تنجم تحكم تنجم تاخذ الضمانات وتقول في جميع الحالات محمد احنا يلزمنا بلو مارشا يلزمنا ضخ اموال كبيره ويلزمنا نزيد ونمشوا نكملوا في التداين وما يلزمناش نمشوا في التقشف وما يلزمناش حتى كان عمليا مش العجز نتاعنا باش يزيد وما ديونتنا باش يزيد ولكن حاجتنا باستثمارات منتجه لانه الماكينه نتاع الطرقات والسكك الحديديه والبنايات والمؤسسات ايوا لكن بحكم الامريكي هذا لن يتحقق الا بضمان استقرار سياسي ها وين مشكلك انت تونس مخنوقه سياسيا مهم تونس عندها سلسله خلينا قلت لها رقبتها الحكومه يرتهنها البرلمان البرلمان النواب ترتهنهم الاحزاب الاحزاب ترتهنهم مصالح هاي. فيهم لوبيات على مصالح كذا مجمع اللي معمل عليهم الاحزاب هما بيدهم معاملين على الحكومه تخنق تونس يلزمك تقص احنا توا حاشتنا هدنه تاع عامين من زمان لوجوا على حكومه يقودوها سياسيين يقودوها ناس تطلق لها يدها بمعنى تطلق لها يدها بشنو على البرلمان تطلق لها يدها بشنو هات نتفقوا يا جماعه الحكومه هذه راهي لازمها تخدم على الاقل عوامين 3 سنين الحكومة هذه راهي ما عادش باش ترجع لكم كبرلمان في تسمية الوزراء. تو يطلع لك ديزام بريفو حتى حكومة الياس فخفاخ كانت سيتي اتوندو باش تخدم 4 سنين زاد يا حاج. اصبر نحن ليزام بريفو نعملوا فيهم ليزام بريفو حصلوا الله غالب مشى على روحه. هات خرجني انا تو عندك شهير من زمان اعطيني حكومة عندها اتفقوا العباد خليها تخدم الحكومة. دونك لازم توافق بين الاطراف الكل.
توافق على شنو يا ايمان؟ اي البرلمان باش عمل هبط نقولوا على المواطنين الحقيقه. كيفاش تبدا الحكايه؟ كيفاش؟ احنا ما نمشوا كان على البرامج وما احنا نحبوا الوحده الوطنيه ونحن نحبوا هذا كل شيء به مريق نقعدوا بعض مع بعض. لا ما نجمش وعندي فلان في الصحه وعندي فلان في الداخليه وعندي فلان في كذا لازم نلقاه وين البرنامج الحكومي؟ ما هو البرنامج ما هو معروف وتكتب في الليل تنميه القدرات والمناطق الداخليه شكل ستوندار اللي صالح لكل زمن ومكان. احنا حشتنا تو باش نقعدوا على الشهر هذا ماذا بينا نقعدوا في الشهر هذا نقعدوا كيفاش باش نعملوا دونك كيفاش بكون فرصه الشهر هذا للسلاح دونك نقعدوا فيه كيما يقعدوا الناس للالمان كي جاو يعملوا في تحالف ما بين البي اس دي والسي دي يو كتبوا 700 صفحه كتبوهم 700 صفحه قالوا ها واش باش نعملوا بالضبط وكيفاش باش نخدموا مع بعضنا في الطريقه هذه بالضبط. احنا تو حشتنا بهذا حشتنا باش نعملوا بالضبط اشنو نجموا نعملوا 47000 مليار حاسبين باش نطيحوا في 42000 نجموا نكملوا بهم ولا ما نكملوش من عند شكون نجموا نتسلفوا اللي باش يسلفونا شنو طالبين منا الاتحاد شنو طالب لوتي كاش تقول تدور الناس كنت تطلب ضمانات من بعضها يا حاتم المليك يا راه اش انت مش تقول اسيدي هات تعطيني الاصلاحات الممكنه باش تجيب لي الفلوس هات تعطيني التدين الممكن باش نسلك به روح اما شنو مش نحطوا شنو مش نعملوا احنا رانا عندنا اربع شهور التالي اللي طلب العدل والاصلاح الاداري والداخليه واللي طلب ضمانات وانك شنو باش يكون موقفك من سوريا والاخر يقول من تركيا والاخر يقول من قطر شنو نرجعوا لك البوت قضيك اخي احنا سمعنا نقاش لا في وسائل الاعلام ولا حكيت على وثيقه تعاقديه في حكومه هي هنا بعد ولينا نلوجوا على عهد ولا ميثاق عهد واستقرار حكومي وما شفنا حد شيء باش ما ترجع لهاش يلزمك تنحي الحكومه من سلطه البرلمان احنا عايشين في وضعيه انه البرلمان يرتهن الحكومه ايش معناه يرتهن الحكومه ترجع له باش يسبها ويعايرها وترجع له باش يحاسبها على وزير كان تحب تبدله وترجع له باش تقدير القضيه تنحي السلطه الرقابيه البرلمانيه على الحكومه ما السلطه الرقابيه مارس سلطتك الرقابيه كانك انت تحب تعمل الديمقراطيه والسلطه الرقابيه وحقوق الانسان وتحبها البلاد فالسه مبروك عليك لازمنا نتنازلوا لبعضنا في الوقت هذا السلطه الرقابيه للوحده تتعمل في وسط اللجان ويجي وزير ويتحدث في مساله تقنيه جايبوا للبرلمان باش يتعدوا عليه 217 نائب كل واحد ياخذ 3 دقائق وجلسه تشد 14 ساعه هجوا اللجنه في ساعتين يمشي يتكلم على بيت يتحدثوا في حوايج تقنيه يلقوا حلول ياخذوا ملفات ياخذوا دوسيات جايك علاش انا وزير عينت وزير مره اخرى باش تقول لي ارجع لي للبرلمان اطلق له ايده خليه يخدم على روحه اعطيه السند شكون من الاحزاب السياسيه عطوا سند رئيس حكومه؟ يوسف الجهاد كي يشوف في كابور شكون مشى معاه؟ وكي يشوف في بوزيد شكون معاه؟ شكون الاحزاب السياسيه اللي قاعد تخدم في الائتلاف الحكومي قاعده في التيران تعمل في البروموسيون وتقنع في الناس في سياسه الحكومه؟ شكون قاعد يسند عمليا وميدانيا سياسه الحكومه؟ تعالوا وصلنا نعملوا حكومه لو لقطونا على المشاكل وانت الوزير بيك وانت الوزير بيك وانا نجبد لك وانت تجبد لي شنو هي اوتراتير نتاع فضايح معناها؟ وانو برلمان حابس ما عادش قاعد ينجم يخدم موجود واني حكومه معطله وانو رئيس جمهوريه صلاحياته محدوده ونحن قاعدين حابسين بربي كلمني على المديرين اللي قاعدين يخدموا في الادارات تو في الصيف شو باش ينجموا يعملوا هذه حاشتنا بواحد عنده نحافظوا على البناء الديمقراطي داكوردو حافظوا على مكاسب الحريه والحقوق ولكن لازمنا جرعه من الشجاعه والقوه وسيب واحد خليه يخدم نسكن باش تعمل هذايا ولا ربما هو معناتها حاتم يحكي على معناها ديزني لاند معناها مش خص كان جات معناتها الوضعيه معناتها انه ناس قابله باش تعمل الصفقه هذه خاطر يحكي عليها انه وقفوا نعملوا تومار ونبدلوا اليات العمل كيس كيوم بيش علاش الناس ما تقبلش اليوم توا نحن البرلمان اللي تحدث عليه توا حاتم اليوم في العشيه صارت اجتماع لمكتب المجلس تم فيه طرح انه تتعمل جلسه عامه لسحب الثقه من الياس الفخفاخ اللي هو مستقيل بمعنى شو معناتها؟ معناتها يحبوا يعملوا جلسه عامه مش فقط لسحب الياس الفخفاخ الذي يحترمونه ويقدرونه والى اخره لا لا الجلسه اذا كان باش تعمل باش يقع فيها طرح هذاك ايش يقول النظام الداخلي البرلمان والدستور يقع فيها طرح المرشح البديل في الوقت اللي شكون معني باختيار المرشح البديل في ظرف 10 ايام رئيس الجمهوريه فسرها لي هذه فسرها لي معناتها راني شاري الشبوك راك يا رئيس الجمهوريه وسمعناها يعني بعض الاطراف اللي صحت على لائحه سحب الثقه قالت بشكل واضح
اللي راهو ما يلزمش ترجع المبادره للرئيس كي استقال الرئيس فخفاخ واتسيتيرا. لا لا مش فقط قراءه، اليوم انت عندك مكتب المجلس هذا هو موضوعه وصار لا لا ما انتهاش. لا كاتب معنا منى كريم، لا لا حسمت المساله نقول لك راهو حتى كان دقيقه قدمت الاستقاله فانها تصبح صعبه. انا معك في اساتذه القانون الدستوري حسمت، لكن اليوم كتله حركه النهضه، ائتلاف الكرامه، قلب تونس، قلب تونس، لا 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 اسمه مكتب الدستور بيدو هب التدوينه وحسم الامر. انا احكي لك اليوم في مكتب المجلس، يعني ولكن اللي يحكي اليوم العشيه، اليوم العشيه في مكتب المجلس انسحب نبيل حجي وانسحب، انسحبوا فقط ورفعت الجلسه فقط لانسحاب ثلاثه نواب مش من الناس اللي انسحبت. خليل اي انت توا رئيس شبوك رئيس جمهوريه وبعد تقول لي فما ناس تحمش في رئيس جمهوريتي، هو عندك انت كتله الحزب الاول هي اللي طارحه جلسه الثقه. يعني شو لهنا المشكل ما يتعلقش بأنه نرسمه حياة وردية، متعلق بوضع قائم الذات. وخلينا نكون واقعيين توا، وضع قائم الذات يقوم على موازين القوى، هكا تعمل الأطراف الكل براغماتية وغير البراغماتية. يعني تعرف شو اللي صار هو إيمان في السنوات الفارطة هذه، فما أطراف جديدة تعلمت التكتيك، قبل كانت شوية بريئة، ما التكتيك ما يجيهاش على المضغ، لكن التكتيك ولا حاجه محترمه برامو. فما طرف اخرى تعلمته التكتيك، ماكش انت كهو راك التكتيك وتفهم موازين القوى، توا الناس الكل راهي تفهم موازين القوى وتمشي بالتوجه هذا، هذيك السياسه. الناس الناس اخرى تكتك. خلينا خليني نكمل توا، كي انت اخي معناتها عندك رؤيتك وماكش مش عاجبك الوضع هذايا وترى اللي ما الاطراف الاخرى ما تخدم معاها لما تبرك عليها، ربما هكا يراوك الاطراف الاخرى كيفاش تتصرف، يولي يقول لك اخويا انا ما عادش نخدم معاك، ويولي يقول لك نمشيو بموازين القوى، ويولي يقول لك تحب تسحب الثقه نمشيو مبادره لواحد الاستقاله وترجع المبادره للرئيس ونمشيو في الوضعيه هذيك، وزيد الماء وزيد دقيق. وقتاش الامور هذه لازم تقف؟ وقت اللي الناس تفهم الكل، راهو الناس الكل بتتذر، وراهو في الاخر شفتها النخبه السياسيه هذه كل الشارع بكله مبذا باش يمشي ينبذهم، وشفناها المؤشرات تاعها في انتخابات 2019. المحلل الدور نتاعو مش التجميع، يقرا هذاك الدور السياسي، يجمع يفرق يدبر راسه. المحلل يقول للناس هاي ايش فما، راه هاي الوضعيه راه فيها هكا وهكا، ما يقولش اللي تشتهي تحب تسمعه. والسياسي نورمالمون انا هكا تعلمت يسمع فيه، ليه فيه الكوتي ديمونسيون تاع يحلل ساعه ويحط الامور الموضوعيه ونحكيو على الارقام ساعه هذه الكل نحكيو فيها العجز تاع الميزانيه وكذا والاستتباعات اللي باش تضر الناس كل قبل ما نخمم باش نسحب الثقه ونعمل. وخاطر شوف كل الافعال اللي باش تعملها وتقول لي راهو اخلاقيه ومش اخلاقيه، راهو اسمع ما تقوليش اخلاقيه، راهو كيف ما تنجم تقول لي راهو الزمن السياسي مش كيف الزمن القضائي، يقول لك ما صارت حوادث قبل الزمن السياسي طلع معناتها مش مع الزمن القضائي. يعني مازالت قضيه جاريه توا برئيس حزب اخر تقول لي انت ليه يلزمه يدخل معايا في التحالف؟ مش رئيس حكومه، مش رئيس حكومه، مش رئيس حكومه، رئيس الولايات المتحده الامريكيه توا يبحث عنده بروسيدور تاع امبيشمنت باش ينحوه باش يعزلوه. وزير العدل هو نتاعو يبحث معاه، عاد يضبط القضاء الوزير العدل اتورني جنرال في امريكا يبحث مع ترامب. شفت رئيس السلطات في قضايا لا قضيه امن قومي، قضيه امن قومي ما عادش يطلع على وثائق السي اي وكانت الاستعلامات يجيب توا حلوها بالاليات نتاعهم. الزمن مش بيسيرش، خلي الزمن السياسي، الزمن السياسي سقط الزمن القانوني، الزمن السياسي وليس شو المشكل؟ الزمن محمد خليه يكمل فكرته، خليه وبعد باش نشوفوا الزمن. الديمقراطيون في امريكا رفعوا قضيه بالرئيس ومشات في البرلمان وسقطت. الزمن السياسي، الزمن السياسي والزمن القضائي هذه كلها حاجات نتاع باش نخرج. انت عندك ستة شهور تحب تطيح الحكومه هذه، وخلينا نقول بشكل واضح وهذه المحل، خاطر انا ما انا قاعد نحل على اساس المعطيات اللي نعرفها ونقولها، واللي يحب يكذب ويقول مش موجود يقول فما شق داخل حركه النهضه لم يقبل بحكومه الياس فخفاخ، وكان موجود بقوه في حكومه الحبيب الجملي، واعتبر سقوط حكومه الحبيب الجملي ضربه ليه، وقرر ان يضرب حكومه الياس فخفاخ وخدم على هذا، وهذيك سياسه خدم، وقرر انه يتعمل ائتلاف برلماني في البرلمان يقول للرئيس البرلمان راهو مصيرك في الكرسي بتاع رئاسة البرلمان ومصيرك السياسي
مرتبط بالائتلاف البرلماني هذاك، كان نسيبوا فيه ونمشيوا لائتلاف برلماني نتاع الحكومه باش تضر انت كرئيس برلمان. وصارت الخدمه على الحكايه هذيك. وكان موضوع التوسيع موضوع دائم نتاع قداش من مره تتقال نحن نعتبروا رانا ما نجموش نواصلوا كان كيدخل دونك مساله الانسحاب وسحب الثقه كان مطروح قبل الملف اللي يصفخ فيه، وانه نحن ماناش معنيين وما نجموش نواصلوا الى الابد بدون توسيع الحزام. جاء الملف وفما شكون لقى فيه فرصه لك التسريع، على خاطر انت جوستومون اش قلت؟ قلت 29 جوان حاجه ومن بعد شوقي الطبيب اعطيك تقرير. هاي فرصه قبل ما نستنى التقرير نتاع هيئات رقابه الدوله اللي هي معنيه باش تعمل الشيء هذاك بالذات. يكون غدوه يخرج التقرير. هيئه مكافحه الفساد معنيه باحاله الملف للقضاء. واحالته رئاسه المجلس. وفي نفس النهار نتاع اللي صارت فيه الواحد قلت لي انا بحذاك لهنا جاي. تو واحد باش يسرب حاجه يا رسول الله. تو انا باش يسرب حاجه. انت بعث لك هيئه مكافحه الفساد بعث لك لرئيس مجلس النواب. تو هذه دوله يا رسول الله. بعث لك لرئيس مجلس النواب بشوي نعرف وبعث للقضاء، لكن النسخه اللي تسربت شنيا رئيس مجلس النواب هكا هكا النسخه مسربه قبل ما يعرفها. لا 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 وقتها سيد دخلت وقتها دخلت يا طارق يا طارق انا كمل المعلومه شوي كمل المعلومه لا لا حاجه اخرى يا طارق يا طارق يا طارق خويا نحن نهار الجمعه يا طارق كمل المعلومه هما نفسهم مش قالوا اخر جوان ننتظروا هما بيدهم عاملين لجنه في البرلمان عاملين لجنه تحقيق في البرلمان شيء يحشم بالحق والله نحشم مش نحكي هكا والله نورمال الموقع هما نفسهم عاملين لجنه ما حبوش حتى يستناو لجنتهم قال لك ليه تو هما مشاركين في لجنه في البرلمان وفما هيئات رقابه الدوله مستناو فيها الناس الكل ثم يقول لك حاجه اخرى يقول لك الاطراف الاخرى انا لا فيسبوك ترى احترام انتم خرجتوها في فيسبوك اختاني عاد اختاني عاد هكا الحاجة الأخرى الأطراف الأخرى اللي أنت مشارك معاها هي باش تقرر تمشي قرار أخي توا أجندة مجلس الشورى تتقرر معناتها ندخلوا مجلس الشورى نعملوا الأجندة ونقولوا هيا توا رانا باش باش تحط قرار العلاقة بالحكومة وسيناقش الموضوع هذا وجبد لي توا على الترويكا يا حسرة والله كانت وقتها فما ناس أنا توا جوستومون السؤال الكبير نتاعي أين هو العقل في النهضة؟ كنا ناس وقتها نتلقاو وكل القضايا الكبرى بما فيها انه بعد ما خرج حمادي جبالي وقت اللي خرج ساعه ومن بعد ما خرج وجاء عليه العريض وتعمل الاجتماع للشورى وتم فيه انتخاب شخص ثم تم التراجع من بعد وتم انتخاب شخص اخر الى اخره من المسائل كل المسائل كانت تناقش بين الشركاء توا تلقى شركاء قاعدين يتفرجوا يكتشفوا كيفهم كيف غيرهم اللي مجلس الشورى قرر نهار الاحد انه لا صاي انتهينا وماشيين باش نتشاوروا يعني لهنا اللي صار الكل ولهنا لا اعفي ايضا الاطراف الاخرى تبدا واضح كي نجي نلقى حركه الشعب انا عامله حمله في ماي وجواو وماشي عافسه في علاقه بالوضع في تركيا والوضع في ليبيا والوضع كذا ومعناتها سبان والاخوان وما نعرف شنو وانت معاه في الحكومه اخوان انت وانا نفسي لهنا جيت وقت الجدال هذاك وقلت لك هذا ماهوش بتاع شركاء العبث كان متماديا وزيد الماء زيد الدقيق وصلنا الوضع هذايا وللاسف انا نتمنى يكون عندي التحليل التحليل نتاع حاتم انا راه في زوج سيناريوهات اللي هما السيناريو الاولاني امكانيه تشكيل حكومه سياسيه لكن لا يبدو لي في الوضع الراهن اللي الاطراف اللي كانت مشكله اغلبيه في الائتلاف الحكومي ترجع لبعض قادر على انها تشكل كذا وباش نلقاو حتى وكان مشى الائتلاف اللي نتاع ال 105 هذو نتاع صاحب الثقه اموره هشه كيف الاخر ما نقولوا الاخر اموره هشه يلزم توسيع الحزام حتى هذين باش يدخلوا يظهر لي زاد يلزم توسيع الحزام واثنين الحاجه الاخرى اذا كان هذا ما مشاش وهذا ينجم برشا ما يمشيش خاصه اذا كان رئيس الجمهوريه لا يرشح رئيس حكومه من مقترح من الناس اللي قدمت صاحب الثقه من الياس الفخفاخ فانه نجموا نمشيوا لوضعيه حل البرلمان لا قبل حكومه كفاءات يحطوا عليها البرلمان كفاءات مستقله لا تشارك فيها معناتها الاحزاب قابلها البرلمان
تعدي خدمة الحكومة هذيك ما يتحل برا ما قبلهاش باش ترسينا في وضعية نتاع انتخابات مبكرة. أنا هذه إلى المجهول من زاوية الإنسان اللي يحب يغزر الشيء قدامه مش اللي يحب يشتهيه. نجم تشتهي اللي تحب وتتمنى اللي تحب، مي المعطيات اللي قدامنا هذا شفاه. محامي تحامرون يعني ما كأنه مازلنا ما تجاوزناش إقالة الفخفاخ، ما زالت فما مشكلة ومازلنا نتحطوا في الموضوع وفما مازالت متقلقة من من الأمر هذا. حسم الأمر وكما أنت قلت الناس تعلمت الكل التكتيك، هي حتى أن هذا التكتيك زاد يشبه الناس الأخرى تكتيك وهي ما تكتيكش. هي اللي بدأت والمشكل خلينا هي علمتهم السحر عاد مش هي اللي معناتها الواحد هما تعلموا السحر. السحر مش كيف هي ربما فهمتني انه العقل والبحث على العقل طوى المواطن هو اللي يحسم اين العقل في الساحه السياسيه اليوم وشكون الطرف اللي عاقل والا لا. انا في اعتقادي ثم كانت فما مشكله بالحق في حكومه الفخفخ ومشكله كبيره. خلينا مك التشكيل والبدايات ومتاع الحكومه لا حتى من بعد، لانه السيد الياس الفخفخ لم ينجح في ان بغض النظر على قضية الفساد، لم ينجح في أن يكون رئيس حكومة مجمع وأن يعمل بشراكة مع شركائه. وهذا السؤال، هل كان خلاف الياس فخفاخ، ما عرفتش كان عندك معلومة ولا لا، هل كان خلاف الياس فخفاخ كرئيس حكومة فقط مع حركة النهضة ولا فهم مكونات سياسية أخرى عنده مع خلاف زاد ما ظهرتش كيما حركة النهضة؟ اليوم فما برشا حديث على أساس وأنه الخدمة الكل تخدمت الياس فخفاخ من طرف آخر مماثل في الحكومة. كان فما مشكل كبير بغض النظر عن التوسيع الواحد. التوسيع كان مطلب أساسي لحركة النهضة منذ البداية في حسابات معقدة لحركة النهضة في الساحة السياسية والناس الكل عرفتها، هي الناس الكل ما تحبش تحكي عليها لأنه كان الهدف هو تفتيت كتلة قلب تونس والاستحواذ على جزء كبير منها في خدمات أخرى ما علينا فيها. السيد الياس الفخفاخ لما كانوا بعض وزراء حركة النهضة يمشيوا ويتحدثوا معاه على العمل المشترك والجماعي ومنهم وزير النقل اللي كان مكلف بالاتصال الحكومي على ما اعتقد كان لا يرغب فيها في شراكه حقيقيه. وعندما يتحدثون معه عن شراكه فعليه يقول ما احنا الحكومه كو كل واحد صلاحيته وانتهى. يعني انا معك في حكومه لا تشركني في تعيين ولاد ولا تجني على الراجل. لا مش تجني تجاوز اما تجاوزوها ما زلت معلومه حتى انا عندي معلومه ما نكذبش انا ما فهم معلومه لا ما قلتلكش ما تكذبش انا ربما اللي نقل لك هو اللي ما قالكش بالضبط ما سمعتش مليح سامي الطريق قال لك قالها لا لا وانا تنقول سي انور معروف غايب الراجل وباش سي انور معروف وزير النقل مشى معاه في اتصال عمل معاه جلسه للحديث على عمل مشترك وحديث على الشراكة. قالوا لنا شراكة ما شراكة حدكم حد الحكومة قال هذا الأمر إلى مجلس الشورى وجزء من 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 أسباب القرار الذي اتخذه مجلس الشورى هو الموقف هذا. وفي أطراف في الحكومة كانت تعتبر أن الحكومة نتاعها هذه ناظرة أو كروت شكور معنا وكو. على كل حال مش هذا الإشكال، احنا الآن في زمن آخر ونحن ننتظر تكليف رئيس الجمهورية بالشخصية الجديدة بعد القيام بالمشاورات. ولكن فما مسألة مهمة، لأن يعني هناك من يشير إلى أنه ممكن نعاودوا نفس الحكاية من الأول، أنه رئيس الجمهورية يكلف شخص ربما مش من خارج الأغلبية البرلمانية الحقيقية اللي فازت في الانتخابات ونرجع في نفس الإشكال. أنا في اعتقادي هذا صعيب ياسر يا أخي. الناس الكل في اعتقادي يعني إذا كان فما عقل حقيقي الآن. الناس الكل شافت التجربة نتاع الستة شهور هذوما، شافت نتيجة أنه يقع اختيار غير صائب. إذا كان مازالت الناس تفكر أنه مستعدة تمشي في مغامرة أخرى نتاع خيار يكون مجنون آخر يعني نمشيو فيه، وهنا أنا نوليو دخلنا البلاد فعلا في حيط في المجهول. أنا في اعتقادي أنا أنزه رئيس الجمهورية عن هذا، وأعتقد أنه يملك من الحكمة ومن حبه له البلاد ومن الرسانة اللي ما تخليش يمشي في خيارات يعني أخرى تاع مناكفة. صحيح تو المبادرة رجعت له، وإحنا ما كانش مطلوب في اعتقادي من حتى أنه ما ترجعش المبادرة للجمهورية. كان المطلوب وكانت الدعوة أنه سي ياسر الفخفاخ عنده مشكلة تقع إقالته أو يفوض صلاحيته لنتجاوز ملف الواحد. فيه كان في إصرار منه هو أو من بعض الأطراف داخل الائتلاف الحكومي اللي دفعته إلى التصلب بتلك الطريقة،
هذا الان تجاوزناه. الان المبادره عند رئيس الجمهوريه وهو امام مجموعه من الخيارات. ما نعرفش ممكن توصل المساله انه ناس تدفعوا الى ان يعيد نفس التجربه السابقه بنفس الاخطاء ونعاودوا 6 شهور اخرين ونعاودوا نفس التجربه. اعتقد ان هذا معناتها بعيد ياسر على المنطق وبعيد ياسر على العقل، ولا اعتقد انه ممكن السيد رئيس الجمهوريه يمشي في خيار كما هذا. الان ربما بعض المعطيات اللي موجوده انه الرئيس سيتشاور مع الجميع وستقدم له مقترحات عديده وربما لن تتوقف هذه المقترحات حتى يلقى سيد رئيس الجمهوريه الشخص اللي هو يوافق عليه، ويكون زاد في نفس الوقت محل اجماع من طيف واسع داخل الساحه السياسيه وفي البرلمان. هذا امر صعيب. علاش ديما ندفعوا للصراع بعدك نقولوا لا رئيس الجمهوريه عنده مشكله معتي نحن ندزوا فيه؟ فما طرف الدز في المساله ذي عليه رئيس الجمهوريه ما يجيبش يعمل مشاورات معقوله وتتقدم له يا سيدي يتقدم له 10 مقترحات 20 30 100 لين يلقى هو الشخص اللي هو يكون قابله، وفي نفس الوقت ينجم يعمل اجماع في البرلمان معقول الى حد ما واجماع سياسي في البلاد. اعتقد هذا الامر ليس صعب وما أنا من اجل ان البلاد تخلص من هالمأزق هذه. اما انه مره اخرى نختفي وراء رئيس الجمهوريه كي نعود الى المناكفه وكي نعود الى ما سميته انا في اخر حلقه انكار نتائج الانتخابات، بمعنى اقصاء الاطراف الفائزه في الانتخابات وابعادها وتشكيل يعني حكومه نتاع الاقليات البرلمانيه، هذه تولي مشكله اخرى وهذا هو اس المشكله في الحكومه السابقه. شوف اختي ايمان، ما فماش ما اسمع انا بعض الاحيان، لكن فماش ما اسهل من تعطي انيتا دفات على الوضع الاقتصادي. كنا مشتركين فيه احنا يا اخي، شكون ما يعرفش ان الوضع الاقتصادي وانه المواطن التونسي معناها ما يهتمش بالصراعات السياسيه، وانه ولو انه الارتقاء بالوعي السياسي هو درجه من درجات المهمه في بناء ثقافه ترسي الديمقراطيه والتي بها تنطلق الدوره الاقتصاديه، هذا اللي حاولنا نرسيه من وقت الثوره. ولكن للاسف المناكفه السياسيه ومناكفه السياسيين عطلت الموضوع هذا. وعلاش؟ خاطر ما هي شيء نسيبوا الحكومه ونعطيوها ونمشي، لا الحكومه تقوم بدورها، الناس اللي في الحكومه تقوم بدورها والمعارضه تقوم بدورها، مش ما هو اطلاق. خاطر كي زاد نقولوا بشرط انه فما حقوق مدنيه والاحترام الحريات وغيره، يا اخي شكون يضمنوا هذا؟ ما هو تضمنوا المجتمع المدني والمعارضه يا اخي، فما ما فماش اطلاق. لكن خلينا نمشيو لقلب المشكل وين؟ وين المشكل؟ هو قلب المشكل وين؟ هو علاش؟ لازم يعرف التوانسه علاش؟ الدورة الاقتصادية ما دارتش. علاش؟ انه ما فماش حاجة اسمها حكم، فماش حزب حكم، فماش ناس تحكم، فماش معناها العقل اللي يحكي عليه السي طارق تعمل بالمقلوب. الله يرحم هيجل، والله يرحم ماركس. تقلبت ما مالتنا الشيء يمشي بالمقلوب. معناها اللي يربح في الانتخابات يوخر التالي. واللي يخسر الانتخابات ولا يجي في المرة الرابعة والخامس هو يقود الحكومة. يقول لك هاي تعطات فرصة للحزب الفائز. خليني تشكيل الحكومة. خليني كمل لك إيمان. ونزيدوا اللي يطلعوا في الانتخابات اللي الناس تأمنهم وتعطيهم برامج يطلعوا للبرلمان يتفكوا. الكتل تنفجر. ني با بلو فاسيل كو بارفوا بوزي لا تيماتيك، لكن شيرشي لا سوليسيون اي تروفي او ريزيد اكزاكتومون لا سوليسيون. هنا 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 لازم نخدموا، هنا الشانتي، هنا الشانتي. خاطر زاد راهو وقت اللي تطلع الاحزاب برامج وتتفجر في وسط الثنيه، هنا شكون مسؤول؟ مسؤول النظام الداخلي. ايش ايش نقحوه؟ لا ما نقحوهش، نسمحوا بالسياحه الداخليه الحزبيه وقت اللي نجي وفهمتني ولا. خاطر هو شكون اللي يهز القفه؟ تهز القفة الأحزاب القوية اللي تكون تعبيرة تكون تعبيرة حقيقية عن الانتخابات. للأسف ما عادش فما حتى تعبيرة على الانتخابات. الاقتصاد باش يدور وأنا ماكينة وأنا شيء ما باش يدور، مش تحاسب شيء ما باش يكون. وهذاك علاش المواطن رذلت الحياة السياسية. تعرفش علاش؟ مش على خاطر عرك في كوريا فما العرك، في اليابان فما العرك، ما رذلتش الحياة السياسية. خاطر غاديكا الناس متحملة نتائجها واللي انتخبته قدامها هي تحاسبه. اعطى مثال بكريكا طارق على موضوع امريكا وعلى مسألة الزمن القضائي وزمن السياسي.
هذا هو المشكل. المشكل في أمريكا فما حزب يحكم عنده أغلبية مطلقة، عنده 50+1، المعارضة تعارض وتقوم بدورها وحالته ما نجمتش تعديه يبقى. سامي تجست تصحيح، مش الحزب يحكم في أمريكا، الرئيس. ساشي الرئيس، مش ما عندهمش نظام برلماني، عندهم نظام رئيس. حزب الرئيس، تي ما ندخلش في التفاصيل هذه، نحكي لا مهمة. لا لا ما حكاية ماهيش هذا تفصيل، هذا تفصيل. يعني فرق بين نظام رئاسي ونظام برلماني. نحكيو على الأصل، وهذا نقاش كبير حتى في تونس. يا سامي يا طارق خويا نحكيو على الأصل، احنا ماناش نحكيو على إيه هذا مهم واحد خاطر احنا وقت اللي نبداو نخليو الأصول ونهتموا بالنتائج والفروع هذه تكون النتيجة وضعية. نحن لازم نمشي ونغير قانون انتخابي، لأنه قانون انتخابي ناس تطلع اليوم نا فقط الرابعة والخامسة وتطلع، مع احترامي مش راني منحبش نقزم من حد، أما زادة راهو ماهوش معقول، لأنه العقل اللي يحكي عليه طارق لازم نعملوا تدقيق في المسألة. راهو نحكيه على ناس تلقاهم في القوائم على 15-16 طلعوا، 14 يطلعوا أكبر البقايا، وثلاثة برك يطلعوا ويخرج من بعد يقول لك أنا لازمني نحكم، والثاني يقع إقصاؤه وقت اللي تقول له أنت لا راهو هذا ما يجمعش يا رئيس الجمهورية. أنت رخصيته سامي، الثاني مش أنت رخصيته يا أخي. أنا وقت اللي الثاني انت قصيته ولا ايه؟ اعتبره غلط وقتها، اعتبره غلط. كنت معارض داخل الشورى. لا 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 انا ايه انا راي معروف، معروف داخل الشورى. انا نعتبره غلط هذاك. اي نعتبره موقفكم دونتوريكا، نعتبره مثال. اش بيه قصيتوه؟ لا مش مشكل. ايه وش بيه؟ ايش بيه قصيتوه؟ لانه عنده قضيه جاريه بتاع مثال. مش مثال، الاراء تراجع وقت اللي تبدا تورق روحك الواقع، كي يصدمك حجره الواقع ترجع حتى في علاقه بشبهات الفساد تراجع. ما نعاود نقول لك لازمك تفرق بين امرين، بين انت متولي المسؤوليه وانت على راس الحكومه. انت الحزب هذاك نتاعك كيفاش وصل للحزب هذاك خذا ربح في الانتخابات؟ سيرج انا ريت كيفاش من علاقتك، ريت انا ما نقصش عليك طارق. سيرج هاي سيرج ما عادش عندنا برشا وقت، نخليك تفضل. لا تفضل. الاشكاليه نتاعنا نحن الان لا نغيروا قانون انتخابي ولا نغيروا نظام داخلي ونخليه الوضع المتفجر داخل البرلمان ونحكيوا على دورة اقتصادية. الحكومة باش تخدم، تبقى الحكومة باش نخدمه، شنية القيادة؟ لازم نضع تصور ساعة نحطوا له أركانه القانونية اللي تسمح له، ومن بعد نحاسبوه ونقولوا له فما دورة اقتصادية تبدل ولا الدورة السياسية ما دارتش تبلوكيه. احنا في أزمة سياسية، هذا واقع. ومش نقول لك أنا حاجة أخرى، وكلام طارق صحيح أنا نوافقه. ما قال فما الحلول، قال فما يا باش تكون حكومه من الاغلبيه هذه الجبهه البرلمانيه اللي ممكن تتكون بعض العارض سحب الفريق او انه تقع حلول اخرى، حكومه التقنقرات، ونجموا ما نمشيوش نتعداو. شنو هو حل برلمان؟ نتعداو حل برلمان، هو هنا في نقاش. ولكن مش مشكل، وصلنا لحل برلمان في الاخير. ما وصلنا لحل برلمان باش نمشيوا الانتخابات، لكن نمشيوا الانتخابات باش مش نعاودوا نفس القانون الانتخابي اللي خلى التوانسه تأيس وتقاطع الانتخابات وما عادش تحب تمشي لها. يا توانسه راهو المشكل اليوم اللي تنتخبوهم ما ينجموا يعملوا حتى شيء، والنواب اللي يطلعوا يبتعدوا على 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 احزابهم اللي طلعوا معاها، ويتكون كتل والكتل تتكون كتل اخرى. هذا عبث، هذا لازم يتقال التوانسه. دون ذلك دون ذلك بسم الله الرحمن الرحيم، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فضل سلم. بعض الملفات تشتغل عليها الحكومة مهمة، واحدة داخلين في فترة ما يزمناش زادة تونسة هل الهراي يهزنا في ثنية غالطة، على خاطر استمرارية الدولة راي مهمة، مسألة مهمة. ثم ملف عمال الحظائر، ملف عمال الحظائر هذا ما يزمنا ما نضيعوش، على خاطر فما برشا نقاشات ومجهودات صارت فيه، وذوما ناس ضعاف الحال وتو عندهم فرصه باش يقع. انا سمعت وزير التربيه يتكلم يقول احنا في التربيه باش نحيوا اشكال اللي عملهاش، لكن الناس اللي ننتدبوهم ما يخلصوهمش بعد 19 شهور يدخلوهم ب 400 دينار. فما ملف كبير بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومه. اذا كان الحكومه نعتبروها مستقيله، يا اما نتفقوا السياسيين، يا اما نعملوا لجنه ولا نعملوا اتفاق مع رئيس الحكومه انه يقع اسناد الحكومه في معالجه الملفات هذه، ما نضيعوش على المواطنين 9 شهور اخرين وتدخل سنه جديده، ميزانيه جديده.
ثم برنامج التنشيط الاقتصادي اللي حكيت عليه الحكومه، بغض النظر على الوضعيه تاع الحكومه، احنا زاد ما نجموش يا اما باش نعطيوه الملف هذاك للرئيس. يقول لك باش يقعد كمل الصلاحيات، حتى اللي لازم يعمل كل شيء. ايمان فما حوايج راهو مش الاثر نتاعهم على 6 7 شهور 8 شهور. ثم حكومة اجتهدت، وزراء اجتهدوا، خدموا أرواحهم، فما إدارة خدمت، حضرت برنامج تنشيط اقتصادي، ما وقعش العارض نتاعو في مجلس النواب، يا إما تتشكل لجنة برلمانية وتناقشك البرنامج تاع التنشيط الاقتصادي، نعطيو الملف للسيد رئيس الحكومة المكلف باش ينظر فيه، خاطر يظهر لي فيه فما برشا إجراءات تستوجب أن يخضع بعين الاعتبار، فما إجراءات جبائية، فما إجراءات تتعلق حتى بالمعاملات المالية، فما قانون الصرف، فما برشا حكايات يلزمنا نشوفوها. ثم الملف تاع صندوق النقد الدولي. أنا سمعت من بعض الخبراء أنه أخيراً صار اجتماع على مستوى الاتحاد الأوروبي باش يعطيو تونس 1000 مليار، لكن قالوا ال 1000 مليار ما نعطوهم إلا ما يقع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. تونس توا متخلفة في الاتفاق نتاعها لأنه عندها مشاكل سياسية وتاع حكومية ولا غيره. السؤال يلزم رئيس الحكومة يجاوبنا عليه، هل نلزموا ننتظروا حتى ال 25 أوت وإلا لا؟ خاطر هذا موضوع مهم. احنا بانين الاحتمالات الماليه نتاعنا مش ولا عندنا فلوس ما عندناش، انه بانينهم على انه فما برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي. ثم المساله نتاع الكامور، المساله هذه راهي مهمه برشا، معناها ما نضيعوش رواحنا في الصراعات والحديث الفارغ هذا ونخليه احتجاجات موجوده. حكومه ضعيفه لان حكومه مستقيله، معناها يلزمها اسناد نتفقوا فيه مع رئيس الجمهوريه، نتفقوا فيه مع المنظمات الوطنيه، نتفقوا فيه مع الاحزاب السياسيه، واحنا داخلين على صيف والناس عاده تخرج كون جيات، ما نسيبوش الكامور، ما نسيبوش ولادنا، خاطر فما شكون عقول تخدم بهم وتدمغج فيهم، ينجموا لا قدر الله تولي صراعات مع الجيش التونسي، ماذا بينا نسندوا العمليه هذه الكل، نتحملوا مسؤوليتنا الوطنيه، نبعدوا على الحديث الفارغ، ونحاولوا نخدموا سور لو تيرا باش نخرجوا مساله الكامور لاني مشكله معقده وكبيره. المساله الاخرانيه يمكن فما الاحتجاجات الاجتماعيه، خاطر ديما تتواصل الاحتجاجات الاجتماعيه على الصيف في حكايه مشاكل تاع الماء، فما مشاكل تاع قصان الضوء، فما مشاكل تصير في برشا جهات، وفما غليان في الجهات، كي يبدا يتواصل في ظروف معناها سياسيه متشنجه، ماذا بينا نقولوا حل، فما دور وطني نقوموا به الناس الكل باش نعاونوا نساندوا الحكومه ايا كان الشخص استقال ولا غيره، ثم اتفاق لازم نعملوه مع رئيس الجمهوريه على انه قوات الامن والجيش تخدم في ظروف طيبه في الايامات هذه، خاطر زاد هما قاعدين تعبين، وانه السياسيين يكملوا نقاشاتهم، وانه المتفلسفين يتفلسفوا على ارواحهم. اي حتى نختم ترك حلي تفصل. انا ساعه نحب نتفاعل مع الكلام اللي قاله محمد في علاقه، معناتها اللي يسفخ فيه مشي على روحه. شيء ما انت بشد عنده من هنا هاكا حتى بيعوه في الاسهم نتاعو وتسترى باش يمشي يروح على روحه، مش باش يقعد اخر اوتي يشد دار. اما راهو انه باش يقعد الواحد بغض النظر انت اكيد نقلت اللي نقلوا لك، معناها مش هذا. اما انا نحكي على من غير ما نحكي لك على الكواليس. صارت على الاقل جمعتين ثلاثه جمعات مكثفين وخرجوا للاعلام نتاع باش تعمل وثيقه عهد التضامن والاستقرار. التضامن والاستقرار. وكانت شكون يشرف عليه الموضوع هذا؟ رئاسة الحكومة. هي اللي كانت تنظم في النقاشات نتاع شنو؟ وتنشر النص حتى في الإعلام. بقية الأجواء نتاع الشراكة السياسية. إلا إذا كان تم طرح السؤال اللي على رئاسة فخفيخ شراكة واحدة أخرى. شراكة من نوع آخر. أما الشراكة السياسية بين الأطراف وكذا وكان فما نقاش على انه يلزم الائتلاف الحكومي هذا يمشي لائتلاف برلماني. حتى ونقطه الستر ونرجع خاطر اثر هذا على اللي جاي. اش تلقى انت؟ كي تسمع كلام كي من هكا وتسمع واللي صار، شو الاثر اللي خلاه؟ انا راني كي نقول فما اطراف الان تضع سؤالا كبيرا على امكانيه انها ما تشاركش في الحكومه القادمه. وطبعا هي من حقها كيف ما راهو كيف ما من نهضه راهو تنجم تكون في الحكم تنجم تكون في المعارضه. ماهيش قدر الحكم حاجه عاديه. بالعكس توا قش قال قبيليك سامي حاجه مهمه جدا، قال لك نحن تعلمنا من الناس اللي في المعارضه صحيح، وربما النهضه تتعلم اكثر كي تكون في موقع المعارضه صحيح من الحكم صحيح، خاطر الحكم يخلق نوعا ما واحد ما عادش يحس بحاجات معينه صحيح. يولي كي من موقع المعارضه معقول. دونك انت شنو راهو مش مساله اهواء وتمنيات وانت شنو تحب، حتى مساله القانون الانتخابي شكون باش يعلن توا الانتخابات المبكره؟ ما رئيس الجمهورية، يا رئيس الجمهورية عنده مشروع آخر بتاع قانون انتخابي مش اللي متاعك أنت. إيه. يمشيش يبعثوا المجلس ويقول لك أنا عدي لي هذايا نعمل لك انتخابات المبكر اللي هو على القائمات الفردية ونوليه وقتها. دونك. معركة أخرى.
نحن توا باش نقول لك انا يظهر لي الاقرب انه باش يقع طرح مساله التحالف السياسي جيره شخصيه مستقله كيف ما صار مع الجملي. تحالف سياسي اما هكا ولا هكا كان فهموا على ائتلاف سياسي حبذا انه يعاودوا المهم يتلهوا بالقضايا العاجله هذيا ومنها اليوم مثلا مساله الكامور والا باش تمشي كفاءات مستقله وقتها تنشوفوا وقت اذا كان باش تصوت الناس تعرف. انا اكتشفت حاجه المده الاخيره حسبت شويه الامور بتاع النواب وقعدت مركزه زي التحليل الناس كل تلقاها مركزه شويه على نلقى 25 نسميهم سوينج فوترز معناتها الجماعه اللي ممكن يصوت هنا وهنا وهذوكم عموما جايين من احزاب واكبر البقايا اللي حكي عليهم توا سامي وكذا. مساله اعاده الانتخابات كابوس بالنسبه لهم ما يقبلوش دونك تو نشوفوا الوضعيه يعني ومنهم شكون صحوا كل 105 هذيك فيهم شكون صحوا الوضعيه هذيك نتاع مش عن قناعه تحب تقول اي محمد يعني نحن في ازمه سياسيه نحن في ازمه سياسيه حتى واحد ما ينكر هذا متعدده الجوانب نعم متعدده الجوانب في الحكومه وفي البرلمان والصراع اللي قاعد صاير اوضاعنا الاقتصاديه والاجتماعيه صعبه هذا اكيد ولكن السؤال شنو هو الحل؟ الحل انه نواصل في المراوغه وفي التكتيك وقصلي ونقصلك والناس مقصوص عليها الماء والضوء في عديد المناطق او نجيو للعقل ونحترم مخرجات الصندوق هذا وانا عاود فيها ألف مره ونعاود نقول نحترم مخرجات الصندوق وكل واحد نعطيه الحقائق نتاعو اللي عطاه له الشعب ما عطاه له حتى حد النهضه النصيب نتاعها ذاك ماهوش كبير وما عندهاش اغلبيه مطلقه عندها 54 مقعد عطاه له الشعب وكل واحد اللي كتب له المكتوب اللي عطاه له الشعب ياخذه بدون ما نقعد نتذاكر على بعضنا. المشكله لن تحل سياسيا. نعم. لانه يعني مشكله عميقه تتعلق اساسا مش بالنظام السياسي بون الى حد ما ولكن جوهريا وعاجلا بقانون الانتخاب. وفما ناس ما يساعدهاش يتبدل القانون الانتخاب. لانه يعني تحب الوضع السياسي يبقى متعفن. جزء من الحل اوليا انه يقع تغيير القانون الانتخابي. حتى إذا ذهبنا إلى أي انتخابات نعم. في أي فرصة قادمة على الأقل نخلق مشهد برلماني متوازن يمكن أن يعطينا مشهد سياسي معقول. أما بالحالة هذه لن ننجح في صياغة مشهد لا برلماني وازن ولا سياسي كذلك باش نبقاو في الحالة نتاع الإرباك هذه للأسف الشديد. فقط معناها نحب نطمنوا التوانسة معناها باش ما يتفاجعوش الوضعية معناها طبيعية وتونس تعيش في ديمقراطية في وضعيات طبيعيه قاعده الناس كل تتمرن وتتدرب. صحيح الوضع الاقتصادي والاجتماعي صعب ولكن انا مره اخرى نقول نعول على عبقريه العقل التونسي. واضح. شكرا لك سامي طريق. شكرا حاتم الملك. شكرا طارق تحليلي. شكرا محمد حبري. شكرا لكل الفريق التقني. صباح الخير.